الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. اهلا وسهلا بحضراتكم كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقه جديده وسهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس. سوبر خارج التوقعات بدون نقاش، لانه اربع فرق وصلت الى السوبر، وصلت الى الامارات في حفاوه كبيره، في تغطيه ان شاء الله تكون استثنائيه من اون تايم سبورتس، في جو كوره حلو جماهيري صاخب. المدير الفني النهارده يورتشيتش، المدير الفني للبيراميدز، بيتفاجأ بهذا الكم من الصحفيين المصريين موجودين لتغطيه المباراه، وبيقول يا ريت كان في مصر الكلام ده في غير مبارياتنا مع الاهلي والزمالك. وبالتالي السوبر بكل تفاصيله يبقى مثير ويبقى خارج التوقعات تماما. من بدايه المباريات بكره ان شاء الله، الزمالك مع بيراميدز والاهلي مع سيراميكا كليوباترا، نقول لحضراتكم كل الكواليس وكل التفاصيل الموجوده في الوقت الحالي. جوميز المدير الفني للزمالك، ولاول مره تقريبا من وقت توليه مسؤوليه تدريب الفريق وحتى الان، يبقى تدريب الزمالك بهذا الشكل اللي هو المراوغات كثيره جدا. الراجل كان متعود انه في المباريات الكبيره اللي هيلعبها بيراميدز، الاهلي، مباريات افريقيه، كان بيكون التمرين رقم واحد بعد نهايه اخر مباراه لغايه الماتش اللي جاي. التمرين واحد تقدر تفهم بالظبط التشكيل هيكون عباره عن ايه، لكن هي المره الاولى اللي يكون اي حد بيتفرج على تمرين الزمالك من ساعه رجوعه من الاجازه بالمباريات الوديه ولحد النهارده مش قادر يفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، الراجل قناعاته ايه بالظبط، وتحديدا الثلاث مراكز اللي عليهم خلاف حتى الان، سواء كان الباك الشمال او لاعب الارتكاز او الجناح الايسر اللي هيكون موجود في تشكيل مباراه بكره قدام نادي بيراميدز. طيب لو احنا اخذنا المقياس التمرينه الاخيره للزمالك، هتلاقي انه في مفاجاتين موجودين في التشكيل بكره، اللي هم ناصر ماهر مش في الملعب لصالح محمد شحاتة، زياد كمال، محمد شحاتة، عبد الله السعيد في نص الملعب، والمفاجأة الثانية وهو كونراد ميشلاك يبدأ على حساب مصطفى شلبي. جوميز عارف انه بيراميدز معركة نص الملعب مختلفة تماما، الضغط اللي هيتعمل من عبد الرحمن مجدي وأجولا او ابراهيم عادل او رمضان صبحي هيكون شرس جدا، وبالتالي عايز حد يكون تمانية بدني قوي شرس بيندفع زي محمد شحاتة رايح ومهاجم المساحات بشكل مباشر، زياد كمال السهل البسيط للاستلام والتسلم، وعبد الله يبقى عنده الحريه الكافيه اللي يتحرك بيها، بالذات ان كونراد اول مره ممكن تجربه في مباراه رسميه زي دي، انه رايح راجع طول الوقت وبادئ بيه. زيزو والجزيري طبعا الواجبات الدفاعيه اقل من نص الملعب شويه، فيبقى دي فكره موجوده عند جوميز، وده اللي كان ظاهر في اخر تمرينه موجوده. بالمناسبة ما يدعم هذه النظرية انك اللي تعرف تجربه قدام بيراميدز يختلف عن بعد كده لو هتواجه الاهلي، حتى لو سيراميكا عمل المفاجأة. يعني المباراة رقم واحد فيها هامش التجربة، هامش مش كبير لكن هامش، عندك اوراقك على الدكة تقدر تغير في اي وقت، عندك الفرصة انك تفكر في حاجة، وبالتالي ده الشاهد من التمرين. اللي يحصل ده موضوع تاني، لكن دي اخر الاخبار اللي جايه من معسكر نادي الزمالك في الوقت الحالي. طيب موضوع تاني خاص بنادي الزمالك، احنا بقالنا ايام يا جماعه بنتكلم على فكره، معرفش الفكره ظهرت وتوحشت بهذا الشكل ليه، وهي فكره انه في بعض الانديه في الدوري المصري تفضل التعامل في صفقات اللاعبين مع الاهلي على حساب الزمالك. كابتن احمد سليمان ذكر ذلك في حديثه الخاص الاسبوع الماضي عن بعض الانديه اللي بتفضل انها تتعامل مع انديه بعينها عن انديه تانية، انه وده اللي كان مركز عليه بشكل شخصي، انديه الشركات، انت ما بتكسبش كتير، بتصرف، مش بتسيب اللعيبه تحترف او تطلع، طب ليه التعامل بيختلف؟ او ليه مش بتبيع اللعيبه؟ واضاف لهذه الفكره كابتن ياسر ريان لما قال انه حاله احمد ياسر ريان مع نادي زي سيراميكا، هو كان عايز الزمالك وكان ماضي، لكن سيراميكا اقر بانه لا، ده مش هيحصل، هيروح البنك الاهلي. ثم ظهر الاستاذ معتز البطاوي عشان يدافع عن وجهه نظر فريقه ويقول انه انا كنادي سيراميكا اللي يجي لي من الاهلي ما يروحش الزمالك والعكس، وده اتفاق والعقد شريعه المتعاقدين وده اللي عندنا. ده المشهد. نقول بقى التفاصيل، لان ده الكلام اللي قدام الكاميرات، لكن اللي ورا الكاميرات موضوع تاني.
الحقيقه انه الزمالك من بدايه التفاوض لحد النهارده مع كل الاسماء اللي عدى عليها من الثلاث انديه دول تحديدا، السيراميكا رقم واحد، زد رقم اثنين، بيراميدز رقم ثلاثه، وهو عنده صعوبات ليها اسباب كتير، منها التاخر، منها عدم وجود سيوله ماليه كافيه تقدر تحسم صفقات من بدري جدا، ومنها ان انت مش في السوق لوحدك. فخد بقى الكلام اللي هو بين السطور. اولا كان في اجتماع مجلس اداره حضر كل الناس في وقت سابق. الاجتماع ده كان ممكن يوصل لمرحله ان الزمالك يطلع بيان يقول فيه لا للتعامل مع سيراميكا، لا للتعامل مع زد، لا للتعامل مع بيراميدز، او على الاقل ناديين من الثلاثه. اشمعنى؟ قصه سيراميكا مع احمد ياسر ريان، مع رمضان بكم، مع اوجولا طويله جدا، وكل لاعب عنده قصه من شكل. اوجولا كان التفاوض مع بيراميدز، خلاص بيراميدز كيش وتمام والاتفاق تم، فكانت منتهيه. ومساله لعيبه اللجان الاهلي ما تروحش الزمالك، ده كان برضو موضوع منتهي. اللي حصل في الاجتماع ده انه في احد الاصوات العاقله داخل مجلس الاداره قال فكره مهمه جدا. طبعا احد الاصوات العاقله ده مش معناه انه الباقي، عشان الناس بتاخد معانا على الكلمه، فبقول انه حد قال فكره كويسه يعني، ده غرض الكلام. حد في الاصوات اللي موجوده قال فكره ممتازه، وهي انت بتقول انه انا مش عايز اتعامل مع سيراميكا او مع زد او مع بيراميدز. حلو الكلام؟ طيب لو انت اتكلمت وقلت الفكره دي، هل لما يكون انت عندك لعيبه عايز تسوقها مش هتوديها الانديه دي؟ يعني تم مثلا طرح مثال لحمدي علاء وماجد هاني اللي راحوا زد، هتوقف المصلحه عشان المقاطعه؟ سؤال. الفكره ثانيه، علاقه ايه اللي بيراميدز وحشه وانت واخد منهم عبد الله السعيد، وانت عمال رايح جاي في مساله سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه واسماء كتيره جدا وعمر جابر وغيرها من الاسماء اللي انت رايح جاي معاها دونجا، فايه العلاقات السيئه اللي ممكن تسمح بده؟ زد التعامل بينك وبينه اصلا لاسباب كتير، من المجلس اللي فات بالمجلس ده، على صعيد قطاع الناشئين والشباب ممتازه. الفكرة الوحيدة أو النقطة الوحيدة اللي عند زد غير بقية الأندية، إن زد وإدارة زد تدين بالفضل بشكل واضح للنادي الأهلي إنه ساهم معاهم إن هم يعملوا فرقة. يعني زد ده كان التكوين بتاعه لعيبة كانت من الأهلي أو خارجة من الأهلي أو أتم الاتفاق مع الأهلي على مجموعة من اللعيبة، وبيكون خيار اول الانتقالات. بالمناسبه سيراميكا عنده جزء من الموضوع ده، انه الاهلي مثلا لما اعاره يوسف عبد الحفيظ بيومي، ما هو في حاجات فيها استفادات واضحه، لكن زد تحديدا كان عنده القصه دي اكثر من اي نادي. بالمناسبه على قصه زد دي في نقطه ظريفه جدا في الموضوع ده، انه زد لما عمل ده، يعني نقول بس الاسماء: علي لطفي، شادي حسين، مصطفى سعد، ميسي، مصطفى فوزي، احمد سيد عبد النبي، حمدي ياسر، ومحمد اشرف. ده اسماء كتيره موجوده في زد، لدرجه انه لما كان في كلام ان علي لطفي يرجع الاهلي، زد ما كانش عنده مانع، لكن علي اللي رفض لان حس ان اختياراته هنا قليله. فدي قصه زد يعني. ففي اجتماع الزمالك، نرجع له من تاني، حد اتكلم انه يا جماعه التعامل مع الانديه دي لازم يفضل، لانك هتعوز تسوق لعيبه. ممكن ازود جمله، الانديه دي وغيرها كان ممكن لعيبه من اللي عندك تروح لو العلاقات كمان افضل. يعني محدش بيعرف يشتري غير لما بيعرف يبيع الاول. فدي نظريه مهمه جدا جدا في الموضوع، وبالتالي في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي، لا وجود لاي بيان الزمالك او حتى من غير بيان يمنع التعاقد مع الانديه دي او التعامل معاهم بشكل او باخر، بيع وشراء، لانه في النهايه هتخسر من حيث الشراء وهتخسر اكتر من حيث البيع، بالذات انه التلات انديه معاهم فلوس، دول اللي بيشتروا. فده الموضوع اللي كان موجود في الزمالك. طيب بيراميدز، ايه الاخبار بالنسبه لنادي بيراميدز؟ اولا يورتشيتش من معسكر تركيا عنده فكره عمال بيجرب فيها لسبب. ايه السبب؟ ان عنده اجنحه كتير، بمعنى ان انت عندك عبد الرحمن مجدي، وعندك مصطفى فتحي، وعندك صديق أجولة، وعندك إبراهيم عادل، الأربعة جامدين جدا، فكيف تجد مكانا لرمضان صبحي؟
ولو مراسلنا جاهزين يخشوا معانا نتكلم برضو في موضوع التشكيلات ده. طيب، رمضان في ذهن يوتشيتش جربه على استحياء الفترة اللي فاتت كبلاي ميكر، وفي مباراة الزمالك قد يكون رمضان صبحي هو صانع ألعاب بيراميدز قدام الزمالك بأربعة اتنين تلاتة واحد، مختلفة عن أربعة تلاتة تلاتة المعتادة، على أن يكون عبد الرحمن مجدي ناحية اليمين، صديق أوجولا الذي تفوق في أواخر التدريبات بدنيا في الضغط العالي من قدام، سجل تهديفي بهيستوري على إبراهيم عادل كبداية المباراة، وفيستون مايلي يقود خط الهجوم. بالمناسبة، نقطة ثانية موجودة هنا مهمة، هو أنه يشعر يورتشيتش أن أمر ما سيكون مفقود في نص الملعب بابتعاد وليد الكارتي، يعني الكارتي مصاب، فوجود رمضان في المنطقة دي هو لهدف تاني كمان غير قوته الجسمانية انه القدرة على الاستلام وظهره لنصف الملعب الاخر، هو انه هيساعد في البيلدب. ممكن اقول حاجة في سطر، لو رمضان نجح في هذا الاختبار الفايدة ليه هتبقى قوية جدا، لان رمضان واحد من اللعيبة اللي بدنيا جامدين، لو قدر يتقن هذا الدور في نص الملعب، لانها في الكوره بقى يا ده على الورق، لكن في الكوره في الملعب رمضان هياخد خطوتين لورا، فيبقى كانها 4 3 3 برمضان جزء من 8 وجزء من 10. فلو ظبط دي ممكن مسيره رمضان تروح في منطقه تانية تبقى تبقى من مسيرته. يعني في العموم عندنا عمرو نبيل مراسلنا موجود في الامارات يتابع المعسكر الخاص بنادي الزمالك، يتابع المعسكر الخاص بنادي بيراميدز، ناخد منه آخر الأخبار عن التدريبات وعن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين قبل قمة بكرة. عمرو، مساء الخير عليك، اتفضل. مساء الخير عليك العزيز زميل عزيز طبعا محمد المحمودي، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي شبكة قنوات اون تايم سبورتس. خلاص يا محمودي، كل ذاكر، كل اجتهد، الكل حضر، الكل يعني اشتغل طبعا في حدود يعني المتاح عنده من امكانيات بقى على مستوى اللاعبين، على مستوى التدعيمات، ميركاتو، الزمالك، بيراميدز، كل طبعا الانديه المشاركه في السوبر المصري. لكن الجميل بقى الروح النهارده اللي بنشوفها الجميله النهارده ما بين لاعبي جميع الفرق طبعا اللي بيشاركوا في التدريبات اثناء مغادره التدريبات اثناء وصولهم للتدريبات، لكن طبعا كل ده يحسب على الاستقبال الرائع من مجلس ابو ظبي الرياضي لكل الفرق المشاركه وكل تقديم الدعم لجميع الفرق من اجل طبعا اظهار السوبر المصري في احلى صوره. خليني اقول لك ان دلوقتي ان السوبر ما ليس ما بين جماهير اهلي وزمالك بس، هنا في ابو ظبي امتد للجماهير العربيه المتواجده، يمكن ستجد بكره غدا في مباراه الزمالك وبيراميدز هتلاقي مثلا يعني مشجعين لنادي الزمالك من المغرب، مشجعين من تونس، ستجدهم ان شاء الله في مباراه الغد امام نادي بيراميدز. ايضا ستجد برضو بعض المتابعين لبيراميدز، طبعا ليست اعداد كبيره لكن هناك الاعداد موجوده لنادي بيراميدز. محمودي، خلينا اقول لك النهارده كان يوم التصريحات الناريه طبعا والقويه في المؤتمر الصحفي، بدايه طبعا من مؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز ومديره الفني كونسلاف يوتشيتش، وايضا احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ومنتخبنا المصري طبعا السابق. النهارده علق النهارده على موضوع انضمام المنتخب المصري، قال لك ارجعوا لكابتن حسام حسن واسالوه في حته عدم اختياري في قائمه المنتخب المصري. يوتشيتش طبعا استغرب النهارده من كم الصحفيين المصريين النهارده بيقول انتوا ما بتجوش ليه ماتشات بيراميدز، قالوا له طبعا ده السوبر المصري، ستجد طبعا اعداد كبيره جدا من الجماهير. كمان نتكلم النهارده ان الزمالك بيمتلك سكواد متميز جدا، بيمتلك لاعبين متميزين ولاعبين قادرين على احداث الفارق، وايضا يعني سيقدم ليهم يعني كل الاحترام على المستوى الفني داخل الملعب من خلال طريقه لعبه في هذه المباراه. يمكن كمان يمكن المؤتمر الصحفي اللي كان نادي الزمالك طبعا بعديه كان موجود جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك برفقه طبعا عمر جابر. النهارده كل اشياء بتصريحات عمر جابر النهارده كان فيها شيء من يعني البساطه، شيء من يعني التصريحات النهارده متزنه من عمر جابر طبعا عند حديثه عن منتخبنا المصري واستبعاده، قال يعني ان دي حاجه تخص الكابتن حسام وهو بيكن ليها كل الاحترام. ايضا يمكن جوميز
عايز النهارده اتكلم عن قوه ايضا فريق بيراميدز، وهو بيمتلك لعيبه متميزين جدا، ويمتلك طبعا يعني عناصر يعني قادره على يعني احداث الفارق طبعا، لكن هو هيعمل بشكل كبير جدا على الفوز في هذه المباراه. وقال ان طبعا اغلق صفحه السوبر الافريقي خالص، وبدا يركز عشان عارف طموحات نادي جماهير نادي الزمالك كبيره. يمكن النهارده كمان الملفت والجميل العامل النفسي النهارده اشتغل الجوميز فيه على احمد فتوح عند الحديث طبعا احد الصحفيين، او سؤال احد الصحفيين عن احمد فتوح وعودته لنادي الزمالك. قال طبعا احمد فتوح من اللاعبين المتميزين جدا، ولازم ندعمه نفسيا، ولازم نقف معاه وناخد بايده ونطلعه من المحنه الصعبه اللي تعرض ليها طبعا خلال الفتره السابقه. يتكلم كمان ان فتوح يعني بلغه الكوره كده يا محمودي، قال لك فتوح لاعب كوره بتاع كرة شوارع، الكرة اللي بتحبها الجماهير كرة القدم المصرية. يمكن كمان خلينا أؤكد لك طبعا عن كل فريق النهاردة، سواء بيراميدز أو فريق نادي الزمالك. في ختام التدريبات النهاردة محمودي، كلا الفريقين وكلا المدربين تدربوا على ركلات الجزاء، ربما المباراة تذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية طبعا، وده وارد جدا. يمكن ده يعني قلب بيه كرة لأي فريق في طبعا في مباراة فيها ركلات جزاء بيتدرب عليها بشكل خاص طبعا. دي حاجة بتبقى مهمة جدا نتيجة إن أنت تعود اللعيبة على هذه المواقف. خليني أقول لك كمان إن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الغد، وهو طبعا بقيادة الكابتن محمد معروف، ويساعده طبعا محمود أبو الرجال مساعد اول، وهاني خيري مساعد ثاني، حكم رابع محمود ناجي، حكام الفار طبعا على الفار الاول محمود الكابتن محمود عاشور والكابتن عمر فتحي. يمكن كمان في اطار حديثك عن تشكيل نادي الزمالك طبعا في مباراه الغد، ومتوقع طبعا يعني هنقول توقع وليس طبعا تشكيل اساسا، وتشكيل توقع من نتيجه طبعا تواجدنا في تدريبات نادي الزمالك. محمد عواد سيكون في حراسه المرمى في مركز الباك رايت، عمر جابر طبعا بنتايك في مركز الظهير الايسر، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي المدافع التونسي طبعا في قلب الدفاع. لكن وسط الملعب عامل زحمه عند جوزيه جوميز، وعارف ان المركز دوت طبعا بعد اصابه دونجا في مع معسكر منتخبنا المصري، لكنه طبعا عنده بدائل كثيره في وسط الملعب. زياد كمال، عبد الله السعيد، مفاضله طبعا ما بين ناصر ماهر ومحمد شحاته، احمد مصطفى زيزو طبعا على الجناح الايمن، مشلاك في الجانب الايسر، او مصطفى شلبي. سيف الدين الجزيري سيكون يعني هو مهاجم الزمالك في مباراة الغد. يمكن كمان ناصر منسي بعد تألقه في السوبر الأفريقي سيكون ليه دور طبعا في مباراة الغد. خليني كمان أكلمك عن تشكيل نادي بيراميدز في مباراة طبعا الغد بسرعة كده محمودي. يمكن أحمد الشناوي حارس المرمى بشكل كبير جدا، محمود مرعي و اللاعب احمد سامي في خط الدفاع، في مركز الباك رايت محمد الشيبي، محمد حمدي في مركز الظهير الايسر، وسط الملعب هناك طبعا مهند لاشين، وبلاتي توري على الجانب الايمن، مصطفى فتحي سيكون هو الخيار يعني اللي بان في تدريبات طبعا المدير الفني كونسلافي ريشيتش. يمكن عبد الرحمن مجدي ظهر في الصوره، وطبعا تالق في معسكر تركيا اللي قام طبعا في مدينه تركيا، وخاض الفريق العديد من المباريات. لكن المفاجاه غدا طبعا المفاضله ما بين الثلاثي ابراهيم عادل ورمضان صبحي وصديق جولا، مين هيلعب زي ما انت اتكلمت من شويه، مين هيلعب الجناح اليمين؟ جولا متالق ومكسر الدنيا وجاي فايق وكل حاجه، وابراهيم عادل طبعا في ظل اصابه الكارت دي طبعا عملت مشكله كبيره عند المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يوريتشيتش. لكن يعني شكل الخط الهجومي خلاص هناك استقرار بشكل كبير جدا على الكونغولي فيستون مايلي طبعا بعد تالقه في السيزون السابق. محمودي يمكن دي الصوره الكامله اللي حاولنا طبعا ننقلها لك ولكل مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. اكيد السوبر المصري له طعم خاص على شاشه اون تايم سبورتس، ولسه طبعا مستمرين مع هاتريك وتغطيته الخاصه للسوبر المصري. الان نعود لك وكل مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس. شكرا ليك عمرو نبيل، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. وطبعا التشكيل متوقع زي ما قلنا، هو المتوقع مش الرسمي، لكن ده بحكم اخر الحصص التدريبيه الخاصه بالفريقين سواء الزمالك او بيراميدز. يعني بس على ذكر بيراميدز والمؤتمرات الصحفيه، في جمله بس عايز اقف عندها. احمد الشناوي ذكر في المؤتمر الصحفي بعد سؤال عن كابتن حسام حسن بانه المساله مش فنيه، الراجل شايف انه بيراميدز عامل موسم ممتاز في الدوري، تاني الدوري، واخد الكاس، جاي السوبر، فبالنسبه له هو المساله مع كابتن حسام مش فنيه. الموضوع ده يا جماعه
محتاجين نقفله لانه هيعدي على لعيبه كتير جوه بيراميدز. كابتن حسام بريء من كل القصص دي لاسباب واضحه. اولا حاله الشناوي تحديدا، هو انه الشناوي جه معسكر مع كابتن حسام حسن. كابتن حسام بالنسبه له موضوع المراكز وانا رقم كام ولازم العب والحاجات دي مش موجوده. فشناوي وهذا حقه في مواضيع الاتنين معاهم حق. شناوي شايف انه كل عمره اللي عداه هو احتياطي بيظهر في اوقات معينه مع المنتخب المصري، بعد كده شايف نفسه في بيراميدز دلوقتي هو الاحق انه يكون موجود ويبقى رقم واحد او رقم اتنين في مخيلته يعني، فهو شايف ده. كابتن حسام مش شايف ده، وبالتالي حقنا للدماء بلاش. قناعات مدير فني بحته بان انت ترتيبك بالنسبه لي مش زي ما انت فاكر. انت عندك حق وانا عندي حق، انت براحتك وانا براحتي. دي حاله شناوي. حاله بقى لاعبي بيراميدز، حسام حسن لما كان بيدرب بيراميدز قعد 11 مباراه ما اتغلبش، كسب 6 تعادل 5. هو مشي علشان الخمس تعادلات كان اخرهم التعادل قدام الزمالك 3-3. قيل انه الحضري كان بيتكلم في القصه دي، انه اللاعبين كان ليهم سبب وان هم غرف خلع الملابس وكلموا ملك النادي انه كابتن حسام والدنيا مش ماشيه و و وبتاع. هذا الكلام لم يحدث. هذا الكلام قد يكون له علاقه بلعيب واحد جوه الفرقه. انا بجيب لك من الاخر. الشاهد على ده ان بقيه اللعيبه الاسباب الموجوده غير كده خالص. بمعنى قفشه لما وصل حسام حسن كان اصلا لعيب احتياطي، عبد الله اللي بيلعب. لما حسام جه ادى لقفشه الفرصه. عمر جابر، عمر جابر كان موجود في فتره بيراميدز دي بلسان حاله هو، ما كانش فورمه النهارده. يعني النهارده نناقش موضوع عمر جابر، لكن هل ايام بيراميدز كان حسام حسن ظالم عمر جابر؟ ما اعتقدش. حاجه تانية انه رجب بكار ده بتاع حسام ابراهيم، يعني ده كان الظهير اللي هم شايفين ان هم عملوه وكبروه وبيدوله الفرصه، وبيتقال ان رجب بكار ده حاجه من صنيع حسام ابراهيم زي لعيبه تانيه. كويس. فلعيبه بيراميدز بشكل عام ما كانش فيه مشكله تستدعي ان حسام حسن يستبعدهم لمشاكل شخصيه. عمر كمال كان في تجربه المصري اللي زعل عمر كمال من كابتن حسام انه لما راح الاسيوطي ورجع جاله عرض من ام بي برقم كبير، فكابتن حسام رغم ان عمر كمال ما كانش في ذهنه ما كانش معاه قال لهم لا انا عايزه يقعد، فعمر كمال زعل. ده كان الخلاف، ده كان الخلاف. قصه من الماضي وانتهت، ملهاش علاقه بعداوات شخصيه. ده الموضوع. فكره بقى انه النهارده تناقش ان عمر جابر كابتن حسام يستحق انه يكون موجود في المنتخب، تمام، لا تعارض، لكن بس هي النقطه ملهاش علاقه بحاجات قديمه، مش حاجات شخصيه قديمه ساهمت ان الناس دي ما تكونش موجوده في المنتخب. ممكن قناعاتك الجمهور ينتقدها، الاعلام ينتقدها، كويس، هو يتقبل ده وده عادي جدا في اي مكان في العالم. لكن شخصنه الامور بانه الاسباب مش فنيه، انه في حاجات جوه الحاجات، هذا الامر مش مظبوط باي حال من الاحوال. طيب قبل ما نروح على الاهلي والسيراميكا، تعالوا مع زميلنا عمر مختار، نقدر عمرو مختار نشوف الاخبار في كواليس الفريقين، في التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، الدنيا اخبارها ايه في الامارات بين الاهلي وبين سيراميكا. عمرو مساء الخير عليك، اتفضل. مساء النور عليك زميل عزيز محمد المحمودي، مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام. خلاص ساعات وينطلق موسم جديد، وموسم يبدأ بكأس السوبر المصري بمشاركة 4 من كبار الدوري المصري. خلينا أقول لك أولا ما يخص النادي الأهلي، أو ما يخص أولا البطولة، غدا إن شاء الله مباراة الزمالك وبيراميدز سوف تقام في الساعة 4:05 بتوقيت مصر، 5:05 على طول بتوقيت ابو ظبي هنا، يبقى الفرق ساعه. النادي الاهلي وسيراميكا هتبقى الساعه 8. اعداد التذاكر في مباراه النادي الاهلي وسيراميكا، يمكن نص الملعب او تلتين الملعب خلاص اتحجز، ولسه ممكن نشوف برضو امكانيه الحجز بكره، ممكن الملعب يكون مليان بكره. لكن اللي تم حجزه بالكامل او بنسبه 95% تم حجز مباراه النهائي بدون بقى علم يعني الطرفين هيكونوا مين، لكن تم خلاص 95 نفس
حجز التذاكر بتاع مباراة النهائي بنسبة 95%. طيب ما يخص النادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي اتمرن أمس والنهاردة اتمرن الساعة 6 بتوقيت هنا أبو ظبي. خليني أقول لك النهاردة اليوم النادي الأهلي مش إزاي، كانت فيه محاضرة فنية بعد الغداء، يمكن مستر كولر وضح بعض الأمور، نقاط القوة والضعف لدى فريق نادي سيراميكا كليوباترا. يمكن مستر كولر يعني جابوا له فيديوهات كتير قوي، مدة الفيديوهات مثلا 3 ساعات عن فريق نادي سيراميكا كليوباترا، رغم ان سيراميكا كليوباترا عندها تدعيمات كبيرة، لكن هو قعد في الطيارة يتفرج على حوالي 2 ساعة لهذه الفيديوهات. طيب بعد كده ذهب هو ومحمد الشناوي الى المؤتمر الصحفي، طبعا شفناه وتم نقله عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس. طيب الفرقة اتمرنت الساعة 6، يمكن التمرين كان دايما الكابتن محمود الخطيب دايما متواجد، الاستاذ محمد الضمات رئيس البعثة دايما متواجد، الجمهور بيبقى بره بعيد، يعني خلينا الملعب اللي بيتمرن فيه النادي الاهلي او بيتمرن فيه الاربع فرق هو بعيد شويه عن الاجواء السكنيه، بعيد شويه عن الضوضاء، بعيد شويه عن الفنادق، يعني في مكان متميز اللي انت تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه او الجمهور ما يوصلكش. رغم كده كان في عدد بيبقى متواجد، عدد مثلا نقول بتاع 50 60 شخص من جمهور النادي الاهلي متواجد امام الاتوبيس، بيبقى حاجز امني كده، اللعيبه وخارجه ممكن تتصور تسلم عليهم تمضي على التيشيرتات. كابتن محمود الخطيب اول ما شافهم راح اتصور معاهم، راح مضلهم على التيشيرتات، قال لهم خليكم ورا الفرقه، انتوا هنا الدرع بتاع النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو درعه هنا في ابو ظبي. طب الفرقه النهارده كان جزء بدني جزء خططي. طيب كان في محاضرة الأول قبل ده كله، كان في محاضرة حوالي 10 دقائق قبل بدء التمرين. طيب مستر كولر خليني أقولك، يعني الواحد الله يكون في عونه، يعني كل اللعيبة أدت بشكل كبير جدا 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 من ساعة ما جينا هنا أبو ظبي، يمكن عيون اللعيبة في عيون لعيبة النادي الأهلي هي الإصرار والحماس، يمكن تحس ان النادي الاهلي ما خدش ولا بطوله السنه اللي فاتت، ما خدش ولا بطوله، يمكن خسر البطولات كلها وعايز يكسب البطوله دي بسبب بقى خسارته بطوله كاس السوبر الافريقيه، والجمهور زعل ان جمهور النادي الاهلي واخد ان على طول النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيفرح جمهوره، ده اللي شفناه في عيون اللاعبين. فتقدر تحط تشكيل في بعض الاساسيين هيكونوا موجودين، لكن اللعيبه كلها بشكل كبير جدا، وحتى يعني القايمه 29 لاعب، كل اللعيبه بيشاركوا في التمرينات، حاجه يعني ما اقدرش اوصف لك، يعني بصراحه كله حماس، كله بيأدي ما لديه بشكل كبير جدا وشكل اكثر من رائع. طيب النهارده النادي الاهلي ان شاء الله كان حضر، كان ندوه قيمه قبل الغداء بلجنة الحكام في بروتوكول تعاون كده في هذه البطولة، يمكن الكابتن إبراهيم نور الدين اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين كلهم، شرح لهم بعض الحاجات المعينة أو القواعد المعينة في هذه البطولة، القواعد التحكيمية اللي هتكون اللي هتطبق في هذه البطولة. حكم اللي هيدير اللقاء الفار وائل فرحان، الكابتن أحمد الغندور حكم للصفار. على الجانب الآخر سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا يمكن هي الفريق اللي هي جايه قبل اي حد هنا ابو ظبي، جايه من يوم 10/10، الكابتن ايمن رمادي لعب مباراه وديه واحده خسر فيها، لكن جرب ال11 لعيب اللي هم ضموهم واخرهم كان حسين السيد. ممكن نشوف في التشكيله اللي هي بتاعت بكره بتاعت مباراه النادي الاهلي عنصر او عنصرين من اللعيبه اللي تم ضمهم، من ال11 لعيبه الجداد اللي تم ضمهم. الكابتن ايمن رمادي هو بيقول انا عارف جو ابو ظبي، انا بحب اجي بدري عشان اخلي اللعيبه تتعود على الاجواء، يمكن اللعيبه برده عندها الاصرار عندها الحماس، يمكن اللعيبه بتقول لا احنا قدها نقدر نكسب النادي الاهلي، هنتعلم من درس السنه اللي فاتت وقادرين اللي احنا نحقق الفوز، ولا ولينا طموح، المنافس قوي جدا وهو بطل الدوري وبطل افريقيا، لكن احنا ممكن نحقق المفاجاه ونصعد الى النهائي وناخد كاس السوبر المصري. طبعا سيراميكا كليوباترا كان عندها الدعم الكبير من نائب رئيس النادي الاستاذ طارق ابو العنين المتواجد معاهم من اول يوم هنا في مدينة أبو ظبي. زميل العزيز محمد محمود، يمكن كل أجواء وكواليس قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أعود ليك، اتفضل.
شكرا ليك عمرو مختار، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. طيب هنروح للاهلي وسيراميكا والتشكيل المتوقع، لكن الاول نختم اللي احنا بدأناه بنهايه موضوع بيراميدز. معايا على التليفون واحد من نجوم نادي بيراميدز سابقا ونجم نادي الاتحاد السكندري في الوقت الحالي، وهو الكابتن عبد الله بكري. مساء الخير عليك ومنورنا ومشرفنا كابتن عبد الله. مساء الخير يا محمودي، دايما بتشرف بيك وانت منور جدا والله. حبيبي شكرا ليك. اولا طمنا على نادي الاتحاد، ايه الاخبار مع بابا فاسيليو؟ لا طبعا نادي الاتحاد نادي كبير، يعني كان انا اتكلم عن نادي الاتحاد، يعني نادي الاتحاد معروف بجماهيره الحمد لله، يعني خطوه كويسه ليا السنه دي، انا طلعت سنه اعاره نادي الاتحاد وكنت يعني بتمنى من زمان ان الواحد يلعب في نادي جماهيري زي نادي الاتحاد، ان انت احيانا الانديه الجماهيريه انت احيانا بتبقى لعيب عايز ضغوطات، عايز ناس على طول طبعا بتبقى عايز على طول في بريشر عليك ان انت عايز تنجح، حد بيحاسبك، ان الانديه برضو ثانيه انديه كبيره وبيبقى ليها طموحات وليها حاجات عايزه تحققها، بس في نفس الوقت لو ما اتصدمتش مع ان انت يكون ليك ضغوطات وراك بره الملعب بتعاني احيانا شويه، لو انت كسلت، لو انت احيانا لما بتخسر الاجواء بتبقى عاديه، الانديه الجماهيريه زي الاهلي والزمالك الاتحاد السكندري المصري الاسماعيلي، الانديه الجماهيريه العنصر الجماهيري ده عنصر مهم جدا، فانا الحمد لله يعني خطوه كانت كويسه ليا بالنسبه لي بداتها مع الحاج محمد بن صلحي طبعا اول ما كلمني، طبعا كان ليا الشرف وان شاء الله تبقى سنه كويسه لينا نادي الاتحاد، احنا عايزين نعمل حاجه السنه دي، معانا لعيبه كبيره السنه دي ومعانا طبعا عايزين نعمل حاجه ان شاء الله، والناس عندها يعني طموحات كبيره وامال كبيره في الفريق، يعني تدعيم خط الدفاع اللي كان منتظر، انت وصلت، محمود متولي وصل، فالناس عندها عشم كبير في الفريق في هذا الموسم غير الاسماء الموجوده طبعا. كره بابا فاسيليو حلوه على الارض ونقل من ورا لقدام وبتاع، اخبار التدريبات ايه واخبار التاقلم على دائره نادي الاتحاد؟ بصوا مثل بابا فاسيليو يعني انا اتمرنت مع مدربين اجانب كتير، حتى في بيراميدز كان معانا كذا مدرب اجنبي، بس يعني بابا فاسيليو مختلف ان هو واقعي، يعني واقعي، ومش كل المدربين احيانا اللي هي بتبقى عايز تلعب كوره جميله وانا هو عنده غرض التحضير وغرض ان انا ببدي الهجمه من ورا، انا مش بحضر لغرض ان انا بحضر بس او ان انا ببني هجمه من ورا، لا انا بحضر عشان يبقى عندي مساحات في ظهر المنافس ان انا اقدر العب فيها، لو الفريق الخاص ان انا بلعب قدامه وجيه في نص ملعبه ضغط على ضغط عالي يبقى عندي مساحات في ظهره ان انا العب، عنده كذا اوبشن، عنده حلول كتير، يعني طبعا مش هقول لك كل البلان اللي الراجل بيقولها لنا، بس يعني في شغل بيتعمل والراجل الحمد لله بشكل كبير بيبدا يحفظ اللعيبه، الراجل بيهتم بكل معلومه بكل تفاصيل، هو ممتاز بصراحه، يعني انا شفت شغله في الملعب كذا مره حاجه ممتازه، يعني منظم و تعمل مع اللعيبه الكبيره واللعيبه الصغيره باحترام، فان شاء الله تبقى سنه كويسه لينا كلنا على صعيد الاداره وصعيد الجماهير واللعيبه وباقي السنه ان شاء الله. طيب هرجع بس خطوتين لورا مع بيراميدز، لانك اكيد تابعت المشهد النهارده عن انه بشناوي شايف انه سبب استبعاده عن منتخب مصر مش فني، دايما الكلام على فتره كابتن حسام مع نادي بيراميدز، وانت واحد كنت من الناس اللي موجوده وعصرت هذه الفتره كلها، يعني هل كان في حاجه خارجه عن المالوف، خارجه عن الطبيعي ما بين علاقات اللعيبه زي عمر جابر زي احمد الشناوي وغيره وغيره مع كابتن حسام، ولا كل ده كلام فاضي؟ لا بص انا من اول سنه في بيراميدز لحد يعني قعدت 3 سنين في النادي وحد عصرت كابتن حسام، لا ما كانش فيه اي مشكله، ما كانش فيه اي حاجه، بالعكس يعني كابتن حسام هو شخص يعني ملتزم، شخص بتاع شغل، احنا كنا التمرين فيه نظام، المعسكر فيه نظام، والشناوي وعمر اي لعيب من اللي انت قلتهم، لا اللعيبه دي كانت ملتزمه واللعيبه دي كانت لعيبه كبيره معانا في الفرقه، عمر ما حد فيه معاهم مشكله وعمر ما حصل مشكله، ممكن وارد في اي وقت من الاوقات يكون حصل حاجه انا ما يعني اللعيبه مثلا شافتها او حصلت قدام اللعيبه كلها، فاهمني؟ كنت في اوضه اللبس او كلعيبه، لا اللعيبه كلها كانت ملتزمه مع كابتن حسام، وعايز اقول لك ان احنا كنا من احسن الفترات لينا مع كابتن حسام، حقيقي احنا قعدنا 11 مباراه 6 فوز 5 تعادل، ما خسرناش ولا ماتش، صحيح كسبان الاهلي، متعادل مع الزمالك في الماتش التاريخي 3-3، يعني كنا عاملين جيم كويس جدا، هو كابتن حسام انا يعني انا راجل عاشرته واتعاملت معاه، هو راجل بيحب ينجح، عايز على طول يبقى يكسب، عايز على طول يبقى عنده شغف للمكسب، ده لو بيلعب في التقسيم ما بيحبش يخسر. طبعا انا هسالك سؤال على ذكر موضوع بيراميدز واللعيبه ده، بس جاوب عليها بصراحه، يعني انت كنت شايف كل حاجه بتحصل في الـ3 سنين، هل من قريب او من بعيد
تم طرح فكرة أنه رمضان صبحي يرجع الأهلي تاني أو يروح الزمالك أو أنه مش مبسوط في بيراميدز، هل ده حصل في أي وقت من الأوقات؟ بس أنا كعبد الله يعني حتى لو اتطرحت مش هتبقى قدامي، إن الحاجات دي بتحصل في الأوض المغلقة زي ما يقول. إن أنا كلاعب ممكن اللعيب زميلي مثلا هو نفسه وعايز يرجع مثلا، لكن هو ممكن الظروف ما تسمحش. واحنا في الكوره خلي بالك لعيب الكوره مهما كان اللي حصل في موضوع رمضان، هو كل لعيب بيبقى عايز ينجح، فهو لو شايف ان هو بينجح في بيراميدز فهو مش هيبقى عايز يروح اي نادي تاني، سواء انا مش بتكلم على الاهلي والزمالك، انا النهارده في نادي وبنجح، فانا ايه اللي يخليني امشي المكان اللي انا فيه؟ مفهوم. نادي الاهلي نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، بس في نفس الوقت انا عايز انجح. هو ممكن رمضان يكون شايفها من الناحيه دي. وانا قبل كده اتكلمت قلت ان رمضان لما جه بيراميدز، لما كنت انا موجود في بيراميدز، رمضان كان عايز يرجع. انا قلتها وحتى لما قابلته بعد كده بيقول لي انت طلعت، قلت رمضان كان نفسه يرجع نادي الاهلي بعد ما جه على طول. بس بعد ما جه على طول يعني في اول سنه؟ بعد ما جه على طول لسه في النادي، ما كانش لسه شاف الاجواء بتاعت بيراميدز. لا نادي، خلي بالك نادي بيراميدز نادي كبير طبعا بدون نقاش، نادي كبير والاجواء جوه النادي، لا انت اجواء بروفيشنال، انت كل حاجه متوفره لك طبعا. عمرك ما هتطلع مره واحده تنافس الاهلي والزمالك بعد اول سنه ده. لا احنا بص، بعد 5 سنين اول بطوله نادي بيراميدز ياخد بطوله بعد 5 سنين. تمام. ف انا يعني هو المغلقه دي ما اعرفش ايه اللي حصل فيها بالظبط بخصوص موضوع رمضان يرجع ما يرجعش الفتره دي. يعني هو اول ما وصل كان متضايق شويه من الخضه اللي حصل، وبعد كده الامور مشيت تمام. طبعا يا محمود انت لا لعيب طالع من النادي الاهلي. ممتاز، وضحت الرؤية. ماشي، ده مفهوم جدا. طيب حاجة تانية، تصريح انت قول لي اذا كنت قلته قبل كده او لا. هل قلت قبل كده ان انت اهلاوي وكنت تتمنى تروح تلعب للاهلي حتى لو ببلاش، او لا؟ قلت كده قبل كده. طيب اللعب للزمالك كان اخباره ايه؟ لا، وفي نفس الوقت لما قلت كده قلت انا راجل عايز انجح، نفس الكلمة اللي قلت لك من شوية على رمضان. هل انا النهارده النادي الاهلي مش عايزني ونادي الزمالك عايزني؟ انا النهارده راجل عايز انجح، عايز اروح منتخب مصر، عايز يعني اعلي الريت بتاعي كلاعب كوره في مصر. هفضل في النادي مثلا بتاعي ولا هروح النادي اللي هينجحني؟ تروح اللي هينجحك. بالظبط. فانا النهارده النادي الاهلي مش اوبشن بالنسبه لي، مثلا جه لي نادي الزمالك هقول له لا اصلا انا اهلاوي، لا الكلام ده مش موجود في الكوره، اصل ده شغل، انا النهارده شغل، فانا عايز انجح. وفي لعيبه راحت الزمالك وهي اهلاويه وبتموت نفسها عشان نادي الزمالك. في الاخر لازم تبقى الناس فاهمه ان لعيب الكوره ده هو بيشتغل عشان نفسه، ومفيش حد هيحب حد اكتر من نفسه، يعني عمره ما هيحب نادي اكتر من نفسه. مع برضو الوضع في الاعتبار انه اللعيبه اللي ما عملتش كده، اللي فضلت انها تكمل في النادي وتكمل سنينها كلها في نادي واحد، مش غلطانين يعني، كل واحد عنده حسبته في القصه. لا 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 مش غلطانين. هو كل لعيب بيبقى ليه تارجت هو عايز يشتغل عليه. هو ممكن يكون ده بالنسبه له تارجت تمام، بالنسبه له يلعب في نادي مثلا في نص الجدول ما عنديش مشكله. لكن انا بتكلم لو لعيب جاله اهلي وزمالك هيختار هو النادي الاهلاوي فهيروح النادي الاهلي. اوكي. لكن لو لعيب ما جالوش غير نادي واحد ومش هو النادي اللي بيشجعه، بس النادي ده هينجحه هيروح النادي ده. مفهوم. السوبر الاربع فرق شفتهم وعرفتهم ومتابعهم بقالك كتير، توقعاتك ايه للسوبر؟ توقعات ولا يعني تمنيات؟ الاثنين. بص انا يعني قبل ما كنت معاك انا جبت التاريخ بتاع السوبر، يعني من 2001 يعني النادي الاهلي من 2001 واخد 14 سوبر، نادي الزمالك 4، المقاولين والحرس والجيش وواحد. فانت بتتكلم في فرق بجد كبير قوي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات. فانت هتقول لي انا اتوقع السوبر ده نادي الزمالك. تتوقع للزمالك؟ اتوقع للزمالك. اوكي. واتوقع الزمالك وسيراميكا في النهائي. الزمالك وسيراميكا في النهائي؟ ده وجهه نظري. وتتمنى؟ اتمنى؟ لا ده ما انت قلت لي ما انت قلت لي ده ولا ده، قلت لك الاثنين. تتوقع الزمالك وسيراميكا في النهائي، تتمنى؟ هقول لك اتمنى بيراميدز عشان ده النادي القديم بتاعي. ماشي، زعلت كل جمهور الاهلي كده، خد بالك. رد يعني اول السؤال قلت ان انت اهلاوي، اخر السؤال طلعت الاهلي بالحسبه خالص. لا 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 انا بكلمك بواقع. مفهوم طبعا. طب ليه فنان استبعدت الاهلي؟ يعني ليه استبعدت الاهلي من القصه خالص؟ هقول لك ايه؟ اتفضل. النادي الاهلي الفترة دي مركز في ماتش الزمالك، انا بفكر انا هاخد حق ازاي بعد الشو والميديا والناس اللي اتكلمت بعد ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي. فالنادي الاهلي مركز في ماتش الزمالك، طب ما في ماتش فرقة اسمها سيراميكا، فرقة كويسة جدا. النادي الاهلي خلي بالك السنة اللي فاتت كان السوبر سيراميكا كان لاعب الاهلي. صح؟
لعب السوبر ولعب الدوري كذا مره، التقوا كتير يعني. انا بتكلم الماتش اللي هو الماتش خلص كان في اكسترا تايم. ايوه. وخلص كان اللي هو المدافع كان اون جول حاجه زي كده. انت بتلعب فرقه مش سيئه، فرقه لا فرقه كبيره وفرقه عايز تعمل حاجه. فانا توقعي انا 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 الله اعلم الله اعلم، بس يعني اتمنى ان ممكن يبقى ماتشين حلوين بكره، واتوقع ان ماتش الزمالك وبيراميدز ده هيبقى ماتش جامد جدا، اتوقع هيبقى ماتش يعني هيبقى جامد جدا، الناس تستمتع يعني. نستنى ونشوف. كل الشكر ليك، كل التوفيق ليك مع الاتحاد السكندري، وكل الشكر على وجودك معانا كابتن عبد الله بكري نجم الاتحاد السكندري الحالي وبيراميدز السابق. هنطلع لفاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع حضراتكم كلام، هنعدي على الاهلي وسيراميكا ونشوف التشكيل المتوقع وكل هذه الامور، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. في فكرة كولر كان بيطبقها من الأسبوع اللي فات اتكلمنا عنها، وهي ليها علاقة مش بالضرورة السوبر، لكن لأنه مفيش فريق بطل بيستمر بطل الموسم 2 3 4 بنفس الباترن، نفس الأسماء، حتى لو مش بالأسماء بنفس طريقة اللعب بشكل عام يعني، فكولر بيجرب حاجة ممكن من بعد السوبر، ممكن من قبلها، ممكن بلان بي اللي موجودة في أي مكان على مستوى العالم يعني. وهي الأسبوع اللي فات قلنا لحضراتكم إنه كولر بيلجأ لفكرة إنه يبقى فيه لعيب من نص الملعب بينزل علشان يستلم ما بين الاتنين يطلع الفريق بالكورة. كان بيجرب وقتها كريم نيدفيد، ليه؟ عشان ما كانش معاه اللعيبة الدوليين. بعد لما اللعيبة الدوليين رجعوا بدأ كولر يحاول يطبق نفس الفكرة ما بين استخدام مروان عطية هنا ووجود لاعب إضافي في نص الملعب، أو وجود ثلاثة موجودين في قلوب الدفاع. التدريب الأخير بتاع الأهلي بيقول شوية شواهد لا أعتقد أنه موجود عشان سيراميكا، قد يكون موجود ده عشان الزمالك للمباختة بشكل أو بآخر. سبحان الله، أول نعرض التشكيل مع حضراتكم لأنه التشكيل محتاج أنه يتشرح. أولا شناوي زي ما هو، وثلاثة قلوب دفاع منهم أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، الثلاثة على خط واحد، فتح الطرفين لعمر كمال ويحيى عطية الله، ووجود ثلاثة في نص الملعب أفشة وأكرم وإمام وسام أبو علي وبرستاو. المنظر ده يا جماعة هو منظر الاهلي غير مضطر ليه، لانك بتلاعب فرق سواء كان سيراميكا او بيراميدز او حتى الزمالك مش هيجوا عليك بهجمات كتير. يعني الاهلي خسر قدام الزمالك المباراه اللي فاتت في السوبر، الزمالك ما راحش بهجمات كتير، كان حاسم في وقت الحسم، لكن قصدي كميه الهجمات ما كانتش على المرمى بشكل مبالغ فيه. لكن ليه ده معمول؟ ده معمول لانه فكره الضغط العالي اللي الاهلي بيفشل فيها قدام الفرق في اول المباريات هي اللي بتخليه بعد كده ينسحب ترجع لورا. وبالتالي لو نعرض التشكيل تاني، وجود وسام وبيرستاو ومحمد مجدي قفشه تحتهم، هي الفكره هنا علشان دي يعني 5 3 2 او 3 5 2 بوجود وسام وبيرستاو وقفشه هيتزقوا قدام الاثنين، ويكون اكرم وامام على 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 قاعده الارتكاز في نص الملعب، وفاتح بقى الطرفين كاملين لامكانيات عمر ويحيى الهجوميه الممتازه. حاجة أخيرة، إنه التشكيل ده رامي ربيعة يقدر يزيد فيه على الدايرة، يكون جنب أكرم، فأنت عندك أمان دفاعي لو أنت أجلت الباكين أو ثبت واحد منهم ورا، فأنت عندك نفس طريقة اللعب على الأرض، يعني ده رسمة، لكن في الملعب الشكل هيبقى نفس الشكل بتاع كولر، برضه هيبقى أربعة ورا موجودين لو حب إن هو يزق رامي على نص الملعب، نفس الموضوع زي ما هو 4 3 3 لكن بأدوار مختلفة عند اللعيبة. هي فكرة صعبة جدا تكون موجودة بكرة، ممكن تكون موجودة في النهائي أو في أوقات يحتاج الأهلي فيها إنه يعمل ده أو على الأقل يتفرج عليه بشكل من الأشكال. ده بالنسبة للنادي الأهلي. بالنسبة لسيراميكا والتشكيل المتوقع بالنسبة لسيراميكا، لأنه تغييرات كتير في الفريق من بعد الميركاتو الماضي، فالمتوقع هو محمد بسام في حراسة المرمى، ثم أحمد هاني، رجب نبيل، وأحمد رمضان بكم، وحسين السيد في خط الدفاع، محمد عادل اللي شايل كتير الحقيقة في نص ملعب سيراميكا الموسم اللي فات ومع بداية هذا الموسم، قدامه بالحاج وعمر قلاوة والثلاثي زراكا قندوسي وإيبوكا في خط هجوم سيراميكا. هذا هو المتوقع، متوازن إلى حد كبير كابتن أيمن الرمادي، ومع ضيوفنا إن شاء الله في الفقرة الثانية هيكون عندنا حديث فني مهم جدا جدا في هذه القصة. على ذكر سيراميكا، محمد بسام هو أكتر حارس الموسم اللي فات عمل تصديات، صدق أو لا تصدق أنه أصلا ما كانش حارس مرمى. محمد بسام في لقاء خاص مع هاتريك بيكشف عن بعض الأسرار
مع كابتن ايمن الرمادي، واحده منهم ليها علاقه ببنى اللعب اللي في اعتقادي كانت واحده من اهم الاسباب اللي كولر كان في وقت من الاوقات بيفضل وجود هذا الحارس معه في تشكيل النادي الاهلي في وقت سابق. نتابع هذا اللقاء فصل وارجع استقبل نجومنا كابتن احمد سمير فرج وكابتن كريم زكري للحديث عن الاربع فرق وعن مواجهات السوبر غدا باذن الله، فخليكم معنا بعد الفاصل. انا ما كنت بلعب يعني كنت بلعب ما وقفتش جون، كنت بلعب في الملعب على طول بس، فكنت كان عندي شويه ان انا بعرف اهاجم وبعرف اجيب جوان. وبعدين يعني عمر اخويا برده كان فرويد، العكس بقى كان بيحصل، كان عمر بيقف جون كنت انا اللي بلعب في الملعب، فلما كبرنا اتعكس بقى هو اللعيب هو الفرويد وانا بقيت حارس المرمى. مثلا من 2005 قبل ما اروح اختبارات الجيش كنت بروح اختبارات كلاعب كوره في انديه، رحت المقاولين ورحت سكه الحديد ورحت اختبارات الاهلي، وكنت بكمل شويه كلاعب، بعد كده الاختبارات في الاخر ما بكملش، فعرفت بعد كده ان في اختبارات حراس مرمى في طلائع الجيش، كنت جربته مره كده مع اصحابي يعني اقف جون، فواحد صاحبي قال لي ما تجرب تروح اختبارات تبقى حارس مرمى، ففعلا رحت، كان اول سنه يعمل طلائع الجيش اختبارات فيها، فرحت اختبارات طلائع الجيش حارس مرمى. اول ما دخلت بس شافوا الطول وقال لك لا خلاص انت معانا بقى، وبعد كده نشوف موضوع الحارس دي هتعمله ولا مش هتعمله. انك تبقى حارس مرمى لعبت في الملعب وعندك يعني حساسيه الملعب ده بيفرق معاك، بيفرق معاك شويه انك ممكن تقرا بدري اللعيب اللي قدامك داخل هيحط فين او طريقه حط جسمه هيبقى ازاي، فدي شويه بتفرق معاك بتخليك الى حد ما في كور سابق. لكن طبعا في لعبه كبيره جدا ما يعني ما مهما تعملش تفرق معاها طريقه حطت جسمها او حطت وش رجله في الكوره، فدي يعني بتفرق شويه، بس في لعبة كتير كبيره يعني الحته دي مش بتاثرش معايا قوي. في كابتن ايمن كان يعني بيتكلم معانا وبيتكلم مع الحراس عامه ان احنا جزء مهم جدا من بدايه الهجمه، والهدف مش هيجي من الفرود، الهدف هيجي من بدايه الهجمه من حارس المرمى. فيمكن اشتغلنا من اول السنه على حته ان حارس المرمى لازم يبقى عنده البيلد اب برجله ممتاز، وهو كان عنده جمله شهيره جدا بالنسبه لي انا، دي بتديني ثقه كبيره جدا بصراحه، هو بيقول لك ما فيش حد هيجي ياخد الكره من رجلك بايده، فدي بتديني اريحيه فعلا. يعني انا يوم ما الحارس هيجي يوم ما اللعيب هيجي ياخد الكره لازم هيبقى فيه ثانيتين ثلاثه عقبال ما يقرب او يقطع مني الكره، فدي بتديني اريحيه شويه ان انا اقدر العب برجلي. معظم شغلنا احنا يعني بنخش كتير قوي مع الفرقه في المربعات وفي التقسيمات الاستحواذ والكلام ده، بتلاقي دلوقتي جوان كتير قوي بتعمل اسيستات، تلاقي يعني شفنا مثلا اليسون بيعمل مع صلاح، ايدرسون مع هالاند، فدي بره الحاجات دي يعني انت بتقعد تتفرج وبتحاول تتعلم، في نفس الوقت عندهم دقه كبيره جدا في الباص وثقه كبيره جدا، فبنحاول على قد ما نقدر مع التعليمات اللي بناخدها ان احنا نحاول ننفذ الكلام ده. أقل من 24 ساعة بتفصلنا عن ضربة البداية لأقوى نسخة لكأس السوبر المصري، منافسة هي الأشرس من نوعها بين أبطال الكرة المصرية على أرض إمارة أبوظبي، بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة وصاحب الكرت الذهبي، وتحدي إثبات الأقوى، الكل حشد أسلحته وفي قمة التركيز، ومنافسة من نار خارج الخطوط بين أربع مدارس تدريبية أثبتت نجاحها في الموسم اللي فات. والليلة كابتن أحمد سمير فرج وكابتن كريم زكري هيكشفوا كل خبايا السوبر في مباراة تحليلية ورؤية أوسع وأشمل للأبطال الأربعة في هاتريك.
كل التحية لنجومنا في الاستوديو في حلقة النهاردة، نجم النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي السابق كابتن أحمد سمير فرج منورنا ومشرف مساء الفل. أهلا بيك وحشني وسعيد إني متواجد معاك النهاردة. أنا أكثر بكثير. نجم النادي الزمالك ونجم النادي المصري السابق الكابتن كريم زكري، مساء الفل يا فندم. مساء الفل ومبسوط النهاردة اللي معاك محمودي طبعا أكثر. ومع أخويا طبعا أحمد سمير اللي إحنا بقالنا كتير ما شفناش بعض في فرصة بقى فرصة من وقت كأس العالم، لا بعدها اتقابلنا شوية بس بعد كده خلاص يعني الدنيا تلاهي، المسافات بعدت شويه في اللقاءات وبتلحق. هو ده عموما الحياه في كره القدم، لكن بيبقى بس المعروف، بيبقى الكلمه الكويسه، بيبقى الذكريات الجميله اللي عشناها مع بعض، وفي الاول والاخر هنتلاقى يعني زي ما احنا قاعدين دلوقتي مع بعض بدون نقاش طبعا. سوبر من غير اسماعيلي ومصري، اربع فرق من غير اسماعيلي ومصري. وللاسف الانديه الجماهيريه الفتره الاخيره ما بقتش بقدر الفتره بتاعت زمان، الموضوع بقى صعب بقى ماديا اكتر، وانا بشوف ان المصري الى حد ما مستقر ماديا واداريا، عنده سكواد محترم، جهاز فني على مستوى عالي، مستر كامل ابو علي مش يعني مش بخلان على النادي بمعنى اصح غير الاسماعيلي خالص، الاسماعيلي بعيد جدا عن على المنافسه وعن حتى هو مش موضوعنا، بس ممكن تكلم الجمهور لان انت حد اشتغلت في كل حاجه ليها علاقه بالاسماعيلي. الاسماعيلي اخباره ايه؟ لا هو الاسماعيلي ميت اكلينيكيا يا محمد، يعني الاسماعيلي مش موجود على الساحه بقاله اكتر من سيزون بينافس على الهبوط. للاسف انا حزين ان اقول حاجه زي كده، ولكن خلينا اقول ان الاسماعيلي محتاج مستثمر مع فكر، ما ينفعش حاجه وحاجه لا، فهو ده حله انه يرجع الاسماعيلي. دلوقتي احنا وصل بينا الحال، انا حزين وانا بقول الكلام ده، ان احنا لو عملنا مركز ثامن او تاسع هنقول احنا عملنا موسم كبير وموسم عظيم. فالكره دلوقتي بقت اموال، ولو النادي المصري والاتحاد لو مش موجود مستر كامل وموجود الحاج محمد مصلح هيبقوا زي الاسماعيلي بالظبط، دي حاجه يعني ما فيهاش نقاش. فللاسف الاسماعيلي محتاج 3 4 سنين فلوس مع فكر اداري الاثنين مع بعض. بتبقى صعبه في اللعيبه اللي بيجي لك بالقضايا بالمشاكل، بيبقى صعب تجيب اسماء كبيره أنا او اسماء تفيدك. انا اشتغلت في التعاقدات، كنت لسه بتكلم مع كريم قبل ما نطلع معاك، اشتغلت في التعاقدات واشتغلت في الجهاز الفني في النادي الاسماعيلي من سنتين. كل اللعيبه اللي احنا بنفوضها، اي لعيب بيوافق يجي الاسماعيلي فهو مش جاي له انديه ومش جاي له عروض للاسف. كل اللعيبه اي لعيب جاي له نادي تاني ما بيجيش الاسماعيلي، مش عشان حاجه، ويقول لك انا اروح نادي شركه فلوس مضمونه، ودي لعيبه يعني معظم اللعيبه ما بقاش عندها طموح زي الاول. الجمهور اللي كان موجود في المدرجات اللي كان بيخد الناس وكان في حافز، ان انا كنت احب مثلا، وكريم هتلاقيه برضو زي بيحب يلعب في الانديه الجماهيريه. انا احب انزل ملعب الاقي الاستاد طبينا في الانديه الجماهيريه. في لعيبه تخاف طبعا، في لعيبه تحبش تلعب في الجمهور، يخاف من الضغط، وضع النادي الاسماعيلي الصعب مش اي لعيب يقبل انه يلعب في التحدي ده. فكل دي حاجات بتعيق النادي الاسماعيلي في السكواد بتاعه كماديا ككلام ده. فللاسف يعني الاسماعيلي محتاج 3 4 سنين عشان يرجع على الطريق الصحيح. المصري خد خطوات، يعني وصل مع كابتن علي ماهر لافريقيا، بقيت في الدوري مربع ذهبي، الدوري مربع ذهبي طبعا، لكن حلم البطوله شيء معقد جدا عند جمهور بورسعيد لما تعدي سنين طويله جدا مش قادر يلاقي بطوله. يعني انا بشكرك طبعا ان ما مش موضوع حلقتنا ان احنا نتكلم عن النادي المصري او الاسماعيلي، بس ده طبعا ده واجبنا احنا كمان كناس خدمت في النادي المصري والنادي الاسماعيلي، لازم ننقل الصوره كامله. النادي المصري انقصه ايه عشان البطوله؟ النادي المصري انقصه يلعب على ملعبه. حلوه ناس خدمت في الاسماعيلي والمصري دي. احنا بنخدم يعني اكسبريشن ممتاز، لان احنا في الاول والاخر احنا مش يعني انا لما كنت مدير كوره في المصري مثلا، يعني انا بتكلم في العموم يعني لسه بنتكلم قبل ما نطلع، انا اشتغلت 6 شهور خدت شهرين او 3 والباقيين ما خدتهمش، وانا مضى عقدي في النادي المصري وممكن اروح اتحاد الكره، بس عمري ما هعمل كده استحاله. يعني عدى في سنه ولا اتنين وفي ناس تقول لي لا روح اضمن فلوسك، وناس قبل كده كانت ماسكه وراحت عملت كده، استحاله اعمل كده، ده بيتي اللي اتربيت فيه، ده مكاني، ده انا النهارده لو قاعد معاك كان بسبب ربنا ثم اهلي ثم النادي المصري. فما انساش كل ده عشان بقى شهرين 3 ما خدتهمش واتيفر بقى ان كان المبلغ، لا يعني فدى النادي المصري. لكن خلينا ارجع تاني للنقطه المهمه، امتى النادي المصري ياخد بطوله؟ لما النادي المصري يلعب على ملعبه، لما يبقى في استقرار. النهارده لما الاقي القرعه بتتعمل والاقي ذهاب النادي المصري بيلعب في برج العرب والعوده كمان في برج العرب، طب انت مطالب بايه بالفريق ده؟ طب الراجل اللي بيصرف مستر كامل اللي بيصرف ملايين الملايين دي، طب ما نوفرها يا جماعه، ما انت ما فيش نادي في العالم بيلعب بماتشاته رايح جاي. دي اول حاجه انا بكلمك على الفرقه ذات نفسها، برافو عليك احمد، لكن الفرقه ذات نفسها هي مطالبه ازاي ببطوله وهي بتلعب على ملعب بعيد عن ملعبها الاصلي، فرقه مهجره مش عارفه تلعب، هي بتلعب فين؟ لما بنيجي نتكلم على الحاجه الاهم بقى، هي الكره معموله لمين؟ ليا ولا ليك ولا لمين ولا لرئيس النادي ولا اللعيبه؟ لا هي الكره في الاول والاخر للجمهور. طب انا النهارده زي ما احمد بيتكلم، الجمهور انت عارف يا احمد المسافه من بورسعيد لاسكندريه بتخش لك في اربع ساعات رايح واربع ساعات جاي، هدك الفلوس، انت عارف الجمهور على قد حاله والتعب بتاع السفر والاستشفاء وكل الكلام ده يعني. لا انا بكلمك كمان على الجماهير، اللعيبه خلاص مقيمه في برج العرب، لكن انا بكلمك على الجماهير. طب انت النهارده عامل الكوره
ليه كنتوا النهارده لما القرعه تتعمل ولا النادي المصري ذهاب وعوده في برج العرب؟ طب الجماهير هتروح ازاي؟ انا بدي لك الصوره اهو من دلوقتي، انا اغلب الردود الافعال بنسبه 90% جمهور بورسعيد مقاطع برج العرب، مقاطعها مقاطعه تامه، حرام، ما يرضيش ربنا. اطفال عندنا بتحب النادي يا احمد، تركب باص وتطلع من 4 ساعات رايح واربع ساعات جاي، ناس عندها شغل وناس عندها مصالح. يعني انا اقفل البيت اليوم ده عشان اروح اتفرج على النادي المصري، والناس بتعمل كده خلي بالك، والله العظيم الناس بتقفل البيت عشان تروح تتفرج على النادي المصري، بتسيب شغلها. لكن في الاول والاخر ما يعني انا ايه مبرر ان انا اسافر 4 5 ساعات رايح واربع خمس ساعات وانا اعمل ده شويه وقت تمام، لكن طول الوقت على مدار سيزون كامل صعبه الامور. يعني يا ريت على سيزون كامل، انت بقالك 5 6 سنين اكتر من كده بكتير. فانا النهارده بستحمل تكسر فتح للجمهور، انه خلاص في جمهور اهو، في جمهور، فهتعمل ده قد ايه؟ يعني هتعمله قد ايه؟ انا استحملتك كتير، طب امتى انت هتديني حقي؟ فانا شايف ان بدايه القرعه كده بموقف النادي المصري ده، وبنقل لك صوره الجماهير بنسبه 90% هم مقاطعين برج العرب، وانا معاهم بصراحه 100%. الوضع صعب، حتى لو كانت الزوايا مختلفه بين الاسماعيلي والمصري، لكن عامه كل التوفيق للفريقين ولكل الفرق الجماهيريه الحقيقه في الموسم القادم. وهنعدي في اوقات كتير على قرعه الدوري والرابطه عندنا اوقات كتير نتكلم فيها في هذه القصه، لكن هذه ليله هي ليله السوبر. تقرير عن احداث السوبر، ويبدو ان مش عايز اقول عقده، ولكن تبدو هناك بعض التفاصيل من مواجهه الزمالك وبيراميدز ومواجهه سيراميكا مع الاهلي تؤدي الى بعض الامور اللي ممكن نتناقش فيها في الاستوديو، فنتابع هذا التقرير ونكمل كلام مع حضراتكم. ساعات قليلة بتفصلنا عن بطولة السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واللي هتشهد مباريات قوية جداً في قبل النهائي. الزمالك هيصطدم ببيراميدز الساعة 4:05 عصراً على استاد النهيان بنادي الوحدة الإماراتي. أما الأهلي فهيواجه سيراميكا الساعة 8 مساءً على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، واللقاءين اللي هيقاموا وسط حضور جماهيري حاشد لقطبي الكرة المصرية بيجوا في وقت الزمالك متفوق فيه تفوق واضح على بيراميدز، والأهلي كمان كعبه عالي جداً على سيراميكا. إزاي؟ تعرف إن بيراميدز ما قدرش يفوز على الزمالك من إبريل 2019؟ حتى لما تخطاه في قبل نهائي كأس مصر 2022 كان بركلات الترجيح، ومن بعد إبريل 2019 الزمالك فاز على بيراميدز 5 مرات وتعادلوا في 7 مباريات. ولو بصينا على آخر لقائين جمعوا الفريقين في الدوري الموسم الماضي هنلاقيهم انتهوا بالتعادل، رغم أن الزمالك دخل ماتش الدور الأول بنقص عددي في ظل غياب عدة لاعبين أبرزهم زيزو والجزيري وفتوح، مع حرمان الفريق من القيد واللي منعه من ضم عناصر جديدة، لكن قدر يتعادل مع بيراميدز مكتمل الصفوف بهدفين لكل فريق. وفي الدور الثاني شفنا الزمالك بيعتمد والأول مرة على الحارس الشاب محمود الشناوي، وده بسبب إصابة محمد صبحي واستبعاد محمد عواد بسبب أزمة تجديد عقده، ورغم كده الزمالك قدر يخرج من المباراة متعادل 1-1 عشان يستمر فشل بيراميدز في تحقيق الفوز على الفارس الأبيض. فهل بيراميدز هيقدر يكسر العقدة دي في السوبر؟ في الجانب الآخر الأهلي بيواجه سيراميكا كليوباترا اللي ما قدرش حتى الآن يحقق أي فوز على الأهلي منذ صعوده للدوري الممتاز. فالأهلي كسب 7 مرات وتعادل الفريقين 2، بل إن الأهلي قدر يكسب سيراميكا بربعية 3 مرات، كان آخرها في الدور الثاني من الدوري في يوليو الماضي. ورغم الأرقام دي سيراميكا قدر يكون ند للأهلي في أغلب مباريات الفريقين، لكن إمتى هيحقق أول فوز ليه على المارد الأحمر؟ وهل السوبر هيشهد مفاجآت ولا هنشوف القطبين في نهائي متكرر؟ أسئلة هنعرف إجابتها بعد ساعات. يخسر السيراميكا قدام الأهلي في الثواني الأخيرة أحيانا على مجمل المباراة، أحيانا رغم تقديمه لأداء جيد في فترات كتير، معادلة بالنسبة لسيراميكا وكابتن أيمن، ألعب كويس لكن أتغلب، رغم أن بيكونوا بداية ممتازة بالنسبة له. إيه اللي بيحصل؟ أنا بحب سيراميكا طبعا عشان بيلعبوا جيم مفتوح، أنا بحترم الفرق دي جدا، بحبش الفرق اللي بتقفل وتلعب وكلام ده كويس. فهو عنده مشكلة كبيرة جدا الكابتن أيمن، باستثناء المباراة الأخيرة بس خلصت بدري 4 أهداف للنادي الأهلي، من يعني تقريبا دي المباراه الوحيده محمد اللي هي ما خلصتش في الدقائق الاخيره بلس 90 بمعنى اصح. ف انا مش عارف هل دي قله لياقه بدنيه، قله تركيز، هل بينزلوا بيعملوا كل اللي عندهم في بدايه المباراه فبالتالي التركيز بيقل في اللحظات الاخيره دي؟ رد عند كابتن ايمن لازم يركز عليها في الجزئيه دي. مش عاجبني النغمه اللي موجوده في الشارع المصري بتاعت الاهلي والزمالك في الفاينل. لا، لازم يبقى في احترام كبير جدا لسيراميكا واحترام كبير جدا لبيراميدز، لان
لو هو ده الفكر عند الفرقتين فانا بقول لك بالشكل ده كده هيبقى النهائي لا الاهلي ولا الزمالك، لا كله مفكر في المباراه بتاعت يمكن ده اللي بنتكلم عليه برضه، هدف قاتل للاهلي في المباراه في الدقيقه اللي بتيجي في الاواخر دي. لا المباراه ده هدف وسام، ده الماتش الاخير ده كان خلص يعني بربعيه فخلص بدري شويه. فعايز اقول لك ان لا فريق سيراميكا فريق صعب زي ما الانديه كلها بتدعم، هي كمان جابت لعيبه كويسه من سيراميكا على سبيل المثال زلاكا وفخر لقاي اعتقد بيكون اضافه كبيره جدا، زي ما بيراميدز كمان خد صديق اجوله من افضل اللاعبين في الدوري الممتاز السيزون اللي فات. فخليني اقول لك لا الماتش مش سهل، ماتش صعب جدا. نادي الاهلي خارج من علقه كوره في ماتش الزمالك، كانوا بره الجيم خالص على كل التوقعات، الناس كانت بتقول لا النادي الاهلي افضل بكتير والنادي الاهلي هو اللي هياخد السوبر الافريقي، ولكن شفنا رغبه الزمالك افضل، شفنا تيم الزمالك شكله في الملعب افضل عكس التوقعات خالص. زي ما قلت لك قبل كده النادي الاهلي عنده فرصه انه يثبت لجمهوره ان ده كان داي اوف بالنسبه لنا واحنا على الطريق الصحيح، خدنا افريقيا وما كناش موفقين في السوبر الافريقي زي السيزون اللي فات او مع كولر برده ما كسبوش السوبر الافريقي، ولكن خليني اقول لك ان لا دي راجع النادي الاهلي. النادي الاهلي لو خسر نادي الزمالك عنده فرصه كبيره انه يقتله معنويا، انت عارف النادي الاهلي لما بيخسر بطولتين في وقت قليل جدا والزمالك طرف فيهم هتلاقي فيه اقالات وهتلاقي فيه النهارده لعيبه. اتفضل. النهارده المحاضره التحفيزيه الكولر مع اللعيبه اللي هم في اخرها ان رئيس النادي ابلغني بانه هذا النادي لا يمكن ان يخسر بطولتين ورا بعض ومن الزمالك او يبقى الزمالك طرف، ده قالوا حرفيا للعيبه في اخر المحاضره. انا متفق معاك تماما، خليني اقول لك كمان هتلاقي لعيبه عقودها بتنتهي بدل ما بتتكلم في 10 قروش هيتكلموا في 8 وفي 7 وفي 6، هتلاقي لعيبه عقودها بتنتهي مش هيجدد لها. النادي الاهلي لما بيحصل بطولتين في فتره زمنيه قليله كريم هتلاقي في ارتباك داخل النادي الاهلي. ده مظبوط في كوره، ده مظبوط طبعا وخصوصا في النادي الاهلي. يعني انا هديك مثال بسيط جدا، جون القضيه بتاع قفشه، انا بقول لك لو الزمالك كان كسب المباراه دي زي ما احمد بيتكلم كان الجيل ده كله انتهى بما فيهم قفشه. لو الجون ده ما جاش والزمالك هو اللي كسب كنت هتلاقي جيل بيتبين عليه في نادي الزمالك وقوام اساسي موجود، والفريق الثاني بيعمل احلال وتجديد للنادي الاهلي. حسين الشحات الكره اللي ضيعها دي، حسين الشحات ده لعيب كوره يا جماعه. لا هو احنا في مصر كده يعني، ده مش في الكوره، لا في مصر كده. في مصر النتائج بتتحكم، تلاقي مدرب عامل مباراه كبيره جدا يا محمد وان سايد جيم وبيخسر في الدقيقه 90 بيقال بعد المباراه رغم انه عامل مباراه كويسه جدا ومقفل كويس جدا وتكتيكيا متفوق، ولكن لعيب ضيع كوره، لعيب غلط في هدف. فالمدير الفني دايما بيبقى اسهل طريقه للتغيير. لا واللعيبه كمان يعني غضب الجمهور برضو يا كريم بيبقى شويه بيهدوا شويه مع القرارات بس دي. خلينا نتكلم احمد ونتفق على حاجه، اللي في النادي الاهلي ده موجود ودي حاجه صحيه جدا انا بشوفها دايما. الاستريس دايما اللي معمول على اللعيب المصري انا بشوف ان دايما طول الوقت، واحمد عارف الكلام ده كويس جدا، لعيب النادي اللعيب المصري عموما في الدوري المصري كله ما ينفعش لعب مرتاح، ودي اكتر حاجه موجوده في النادي الاهلي وبحترمها، ان مجرد بطوله بتروح بتحس ان الحرب قامت بعدها. كنت شغال في وقت وانا مدير كره مع معين الشعباني، كنت دايما اقول له كلمه، اقول له يا ويلي اللي يقابل النادي الاهلي بعد ماتش خساره، ماتش مش بطوله، ماتش خساره، تحس ان واحمد لعب طبعا في الاهلي وعارف الكلام ده، تحس ان الحرب بتقوم يعني خلاص، لا احنا ازاي نقدر نخسر ماتش، فما بالك ببطوله. وبعدين النهارده لا ده موجود في الكوره، موجود في الكوره ليه ونقدر نطبقه على النادي الاهلي، لان انت كلاعب كوره متوفر لك كل حاجه، نجوميه، شهره، اعلانات، سبونسر موجود، اسم النادي الاهلي يكفي لوحده، عندك كل المقومات النجاح. اللي يخلي منك بطوله تروح هنقول دي اوف زي ما احمد بيقول وانا بتفق معاك. بس انت دلوقتي في الكوره انت عندك بيراميدز مثلا فرقه بتصرف تقريبا زيك عشان مش جماهيرية، عندك الزمالك عنده جماهيرية، خلي بيراميدز جمهور، لا جمهور اهلي وزمالك. ايه اللي متوفر للزمالك؟ قيد وقف كل فتره، ده مش موجود في الكوره، هو ده اللي مش موجود في الكوره، ان انا كل فتره بتوقف لي قيد. زي ما احمد اتكلم على الاسماعيلي هتلاقي نادي الزمالك لما بيجي لعيبه دلوقتي بيسال على الهيستوري بتاع الزمالك الفتره الاخيره فبيبدا يقلق. بس حتى الزمالك لو ما عندوش كل الكلام ده وعنده نجوم في الملعب وكسب الاهلي هي نفس الفكره، هي نفس الفكره والعكس لو الزمالك اللي اتغلب نفس الفكره. ما هو ده اللي حصل في نادي الزمالك في الوقت بتاع القضيه اللي احنا اتكلمنا عنها، هتلاقي كم لعيب مش موجود على رأيك، كم لعيب مش موجود دلوقتي. بص على النادي الاهلي كم لعيب مكمل من الماتش بتاع الزمالك، هتلاقي كتير جدا موجود. فانا بكلمك عن النادي الاهلي قصه مختلفه خالص، كل مقومات النجاح بتبقى موجوده عندك، جماهير، اعلام، كل حاجه متوفره لك في النادي بتوفر لك النجاح. فانت النهارده لما يروح منك بطوله ممكن تكون مقبوله، لكن بطوله تانية وزي ما احمد اتكلم في نقطه كويسه جدا يكون طرف فيها نادي الزمالك، لا دي مش موضوع جدا. هتلاقي مدرب، هتلاقي وارد جدا تلاقي الكولر مش موجود، وارد جدا تلاقي 3 4 لعيبه بعقودهم بينتهي ما تجدش لعيبه تمشي، هتلاقي حاجه كتير جدا بتحصل في الاهلي، ودي ميزه انا بحترمها في النادي الاهلي. هو ضاغط دايما اللعيب اللي عنده، عشان كده دايما اللعيب اللي عنده بيدور على النجاح دايما، بيدور على المكسب دايما. انا لو سبت اللعيب النهارده مرتاح وقلت ده مش في الكوره هتلاقي اللعيب يخسر بطوله بطوله وراها بطوله وراها بطوله، ويقول لك ده الطبيعي، ما كل حاجه موجوده في الكوره. طيب عندي سؤال، بما ان انتوا عديتوا على انديه في الدوري، لعيب الكوره بشكل عام اذا جاله عرض مقدم من النادي الاهلي او من نادي الزمالك والنادي بتاعه ما وافقش
اللعيب لما يبدا الموسم اللي بعدها حالته واخبارها ايه؟ يعني هل اللعيبه في مصر بقى احنا بنقول ان اللي بنمصره اللي يمشي على مصر ما يمشيش على العالم؟ صحيح. الموضوع يمشي ازاي؟ هي بيتلخص في نقطتين. اول حاجه اللعيب ده بيتهيئ نفسيا ازاي من قبل النادي سواء مدرب او اداره، واللعيب ده الطموح بتاعه والحافز بتاعه ايه؟ في لعيب بلغه الكوره كده خلاص بقى اللي هو يعني انا خلاص جات لي فرصه في الاهلي او الزمالك ومش هقدر العب تاني، فمستواه والكيرف بتاعه بينزل تحت. وفي لعيب بيهيئوه نفسيا تلاقيه جدد في نادي حسب الموضوع مختلف، جدد في النادي بتاعه، المدير الفني بيهيئه نفسيا، لان انت عارف الموضوع دلوقتي بقى نفسي اكتر منه، الكوره بقت علم. يعني احنا كنا بنلعب زمان على ايام انا وكريم ما كانش فيه حاجه اسمها محلل اداء وحاجه اسمها يعني كنا احنا بس نبقى عارفين ان كريم زكري مثلا سيرد باك ممتاز جدا وماسك ضربات الراس احنا عارفينه عشان لعبنا ضده. صحيح. لا دلوقتي انت بتخش اللعيب اللي بيلعب عليك بيجي لك ريبورت قبل المباراه ليله المباراه وانت داخل اوضه اللبس، فبقى في تقدم دلوقتي. فدلوقتي الدكتور النفسي بقى مهم جدا. هل اللعيب ده عنده حافز وطموحه انه يكمل ولا هو خلاص كده عمل اللي عليه وعايز يروح اهلي وزمالك والموضوع بقى صعب؟ فدي راجعه للنادي مش للاعب، هو بيهيئه ازاي بعد كده. اتفضل يا كابتن. ما هي راجعه للاعب طبعا، في لعيب بيقدر يقفل على نفسه كويس وخلاص جات لي الفرصه السنه دي فانا هحسن من نفسي السنه الجايه عشان لما تجي لي الفرصه او اكمل في ناديه افضل ثابت على مستوايا. لكن خلينا نتفق ان لعيبه الايام دي ما عندهمش حته الصبر والجلد شويه. يعني ما عندهمش حته الصبر زي ما كنا احنا عندنا. مثلا انا قبل ما اروح الزمالك قعدت سنتين ثلاثه الزمالك بتفاوض معايا وما بروحش واكمل السنه اللي بعدها في الاحسن، في الاحسن لغايه ما رحت الزمالك. لكن مش هتلاقي دي موجود عند لعيبه كتير في مصر دلوقتي. هيحس الفرصه مش تيجي تاني. رقم واحد مش هيحس الفرصه تيجي تاني، رقم اتنين النهارده لعيب الكوره بيلعب عشان الفلوس، خلينا نتفق على دي، ولا هتفرق مع اهلي ولا زمالك. ودي لازم كل الناس تعرفها، ويا جماعه الخير افهموا ما تاخدوش بالترندات. النهارده طبيعي جدا وانا قاعد مع المحمودي وهو بيسالني انت اهلاوي ولا زملكاوي وانا بلعب في الاهلي اقول لك لا طبعا اهلاوي، استحاله اقول زملكاوي. ولما تيجي تسال نفس الكلام على لعيب في الزمالك هيقول لك طبيعي زملكاوي، هيقول لك ايه تاني؟ هيقول لك انا زملكاوي اهلي زملكاوي، بعد ما هيمشي يقول لك لا ده انا اصلا كنت اهلاوي. فاللعيب في الاول والاخر بيدور على مصلحته. فاللعيبه في الاول والاخر بترجع للفلوس. النهارده العقود ما شاء الله بقت كبيره جدا، فبرضه بقت بتعمل راحه شويه للعيبه، خلاص الدوافع عندي خلاص انتهت، انا باخد مقدم كويس من النادي بتاعي فخلاص. وبدليل ان في انديه النهارده بتلاقيها جاي مثلا اهلي وزمالك بس جاي له بيراميدز، بيراميدز حاطط رقم اكتر، هتلاقيه يروح بيراميدز طبعا، مش هيدور على اهلي وزمالك. مفهوم الاحتراف في الكوره مفهوم طبعا. طيب عشان نغلق ملف الاهلي وسيراميكا، الاهلي في ضغطه العالي سلاح ذو حدين، سلاح انك لو نجحت بتعاقب بشكل مباشر، لو ما نجحتش بترد لورا اغلب الوقت. يعني القدره هنا على النجاح والفشل عند مين؟ لانه الاخبار اللي جايه زي ما قلت من المعسكر يعني انه يميل كولر لاحقا حتى مش شرط بكره انه بيرستاوي يخش في العمق مع وسام ابو علي وتضحيه بحسين الشحات في هذا الموقف. يعني شايف مساله الضغط دي ازاي بالنسبه للاهلي؟ بص خليني اقول لك، هي في الاول وفي الاخر راجع المدرب هيلعب باي نظام واي تكتيك، ولكن انا عايز اقول معلش هطلع بره الموضوع كده ويعني يعتبر برده هو الموضوع. انا كولر مدلع امام عاشور من افضل لعيبه في مصر وعنده امكانيات وكواليتي يخلوه افضل لعيب في مصر يا كريم. صحيح. ولكن امام مدلع قوي في النادي الاهلي. ازاي؟ كولر مدلعه بمعنى اولا امام ما يلعبش 10، مع كامل احترامي لكل يعني كولر مدرب ناجح من افضل المدربين اللي عدوا على النادي الاهلي وعنده رؤيه وفيج افضل مننا احنا 100 مره واحنا بنتكلم. ولكن امام عاشور يلعب 8 زي ما كان بيلعب في الزمالك، لو عايز النادي الاهلي يروح لمكان ثاني يلعب 8 زي ما كان بيلعب. هو بيلعب دلوقتي رقم 10 متدلع. امام عاشور كل مباراه لو تركز حتى المباراه اللي باخد فيها من اوف ذا ماتش هتلاقيه بيعمل كوره او كورتين حلوين في المباراه، ما بيديش 100% لحد الان، ما اداش 70%. عاوز استغل بدل ما اضحي بحسين الشحات، لا رجع امام 8 شمال اغلب الوقت، يعني بيرجع ويرد. لا هو بيلعب 10 ما بيلعبش 8، تحركاته في الملعب انها 10 يعني. انا بكلمك بقى ككوره، هو امام طول الوقت 10 وبيرجع يدافع، ده شيء طبيعي لان يعني في ناس بتلعب بستة وتمانيتين. لا هو امام متدلع، كولر مدلعه قوي، لازم يشد عليه شويه لان امام موهبه مش موجوده كتيرة في الدوري المصري. انا بحبه جدا على المستوى الفني، لعيب كبير، ولكن المركز ده هيخلي النادي الاهلي سابق بكتير. اولا هتستفيد بحسين الشحات، تقعد ليه حسين الشحات لعيب كبير حتى لو مستواه، هتقول لي مستواه في السوبر النادي الاهلي 99% منهم ما كانوش كويسين في ماتش السوبر اس على مباراه يعني. بالظبط. ايه رايك في القصه دي بالنسبه لامام كابتن كريم؟ لا هو انا شايف ان امام ما اداش، يعني انا بتفق مع احمد، امام مش ده امام من الزمالك. ممكن فوت اوقات متدلع، متدلع، بس برضه هرجع واقول لك النادي الاهلي ما بيصبرش كتير، بدليل ان بعد المباراه ده على طول دخل الكابتن محمد رمضان. فدي برضه اكبر دليل بيوريك ان النادي الاهلي ما بيكبرش في الغلط. النادي الاهلي النهارده شايف ان انا عندي عيب اللي احمد بيتكلم عنه بالظبط، ان ممكن تكون اللعيبه، خلينا نتكلم بصراحه،
السهر، لا الفيديوهات اللي احنا بنشوفها كتير على السوشيال ميديا. انت النهارده لعيب كوره بتاخد فلوس بارقام عشان بيبقى عليك ضوابط انت لازم تقدر تمشي بيها. انت النهارده بتلعب في اهلي او زمالك او اي نادي جماهيري، واحمد عارف الكلام ده كويس جدا. انت بتدور هتستخبى فين بعد الماتش لو النتيجه سلبيه؟ لا النهارده ما بنشوفش الكلام ده، بنشوف خروجات عادي وبيتعاملوا ان هم بيلعبوا كانهم بيلعبوا في نادي شركات. لان الكابتن محمد رمضان دخل ما فيش مكابره خالص في النادي الاهلي. من بعد ما الكابتن محمد رمضان دخل تحس ان بقى فيه هدوء. السوشيال ميديا بالنسبه للعيبه قلت، تصريحات قلت، ظهورهم ما بقاش احمد كتير، فدي برضو بتوريك ان بقى في شويه التزام. لكن امام، هنرجع لامام تاني، لا امام فعلا ما اداش 70% من اللي اداه في الزمالك، لكن حته اللعب دي انا شايفها حسب التكتيك بتاع الراجل، وما اعتقدش ان كولر يقدر يغير في بطوله مهمه زي دي. وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا بنتكلم على اربع فرق صفوه الصفه في الدوري كسكواد وكلعيبه وككواليتي، وحط معاهم النادي المصري كصرف كمان ككل حاجه، كصرف وكلعيبه، لا هم الاربعه دول وتدخل معاهم النادي المصري ومعاهم البنك الاهلي، بس مش هتحسب البنك الاهلي عشان متاخر شويه في جدول الترتيب. لكن لو تقول احسن خمس فرق هتلاقي من ضمنهم الاربعه المشاركين وتدخل معاهم النادي المصري. فانت بتتكلم على اربع فرق صفوه الصفه، انت خارج من كبوه، كبوه خساره السوبر قدام الزمالك، فما اعتقدش ان وقت التغيير، لا انا شايف ان الموضوع هيبقى ماشي. طيب جاي دلوقتي الزمالك وبيراميدز، لكن على ذكر امام، حاولنا هنا في هاتريك نقرب شويه من قضيه امام عاشور في مسائل ليها علاقه شويه بتفاصيل حياته ما قبل الاهلي والتعامل النفسي داخل النادي الاهلي كيف يكون يعني. بس بحاول نعرض تقرير، بشكر طبعا كل اللي ساهم في هذا التقرير، يعني انه نوري الناس بالظبط صوره يمكن ما شافوهاش عن امام عاشور عشان يقدروا يفهموا القصه عامله ازاي. فنتابع هذا التقرير ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. واحد من أهم المواهب في مصر ومستقبل الكرة المصرية، هو ده اللي كان بيتفق عليه كل اللي تابع إمام عاشور من البداية، من قبل حتى ما حد يعرفه. مهارة استثنائية خلت كواليس التوقيع معاه استثنائية ومختلفة زي إمكانياته. التعاقد مع إمام أكبر استثمار للمستقبل لأي نادي بيدور على مواهب شابة. كان في حاجة في الكورة لك بيكلم الكورة، كان موهوب جدا جدا، لدرجة احنا كنا نروح نشترك في دور البراعم في الجيزة والقاهرة، نقابل الكابتن امام محمدين لما يشوفه يقول لي يا عم ايهاب عايزين الواد ده باي طريقه في انبي. كان انبي دايما بيشتري لعيبه على طول في الوقت ده، فالولد من صغره الموهبه عنده واحد ضد واحد، بيعدي بسهوله جدا. كان الاول بيلعب هاف ليفت، مش تحت، مش ثمانيه، وكان ما شاء الله المهارات واضحه عليه من الصغر والموهبه موجوده من الصغر. هو كان اخوه مواليد 91 عندنا في غزل المحله، فجي معاه يوم وكان عنده 10 سنين بالظبط، نزل الملعب فالكابتن عمر عبد الله كان المشرف على قطاع البراعم فشافه، فالولد ما عادش جه تاني. كان في مشكله لمحمد حصلت ان عنده اصابه، وبالتالي كان محدش سال عليه، فكان والده زعلان جدا، قال لك محدش هيلعب في غزل المحله تاني من عندنا. فالكابتن عمر قال لي ايه يعني، بص بقى ده بلدياتك من الدقهليه، هتخش النادي لما تجيبه، بنفس اللفظ كده يعني. رحت السنبلاوين وده كان اللاعب الوحيد اللي في قطاع الناشئين، مضى في البيت، خدت الاستماره ورحت السنبلاوين، بدأت أقنع والده 3-4 ساعات لحد إيه ما مضى الاستمارة. إمام بعد انتقاله الجدلي للأهلي عمل موسم ناجح إلى حد كبير، سجل في كل البطولات الممكنة وبيقدم أداء خلاه واحد من أهم نجوم مصر زي لما كان في الزمالك، وقدر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وكمان كان حاضر في مونديال الأندية. من بعد اسيست مؤثر جدا لوسام ابو علي في مباراه حددت بشكل كبير بطل الدوري، كتير من الجمهور شايف امام ما بقاش زي الاول، خلت الانتقادات تبدا وزادت لما تم استبعاده من المنتخب، والسبب من وجهه نظر فنيه وعلميه كان موجود. هو الطبيعي ان هو لما اتنقل كانت فيه يعني موجه من الاستياء يعني في جماهير نادي الزمالك، وموجه من الترحيب عند جماهير الاهلي، وبعض جماهير الاهلي ما كانتش موافقه. فدي طبعا كل الحاجات دي بتحط اللاعب اول ما يروح تحت ضغط. هو كان داخل مركز جامد جدا جدا وعاوز يثبت للناس ان هو صفقه ناجحه. بعد كده هوت بقى، ودي يعني صفه للاسف الشديد موجوده عندنا كمصريين، انا بسميها انت عندك نوعين من سباقات الجري، واحد سبرنتر اللي هو بيجري مسافه صغيره، وواحد الماراثون. الماراثون ازاي القدره على انك انت تفضل موسم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مستواك ثابت. اخر مره من حوالي شهرين كده كان كلمني هو والدته من شهرين بالظبط، قلت له ركز في ملعبك وابعد عن السوشيال ميديا، لعيب الكوره اللي بيلعب للنجم اللي دايما
في وضع انتقادات انا اخد منها الحاجه الكويسه اللي ترفعني واسيب السلب اللي فيها، دايما اقول له كده يعني. وهو تحس كده من بعد السوبر ان هو هيرجع تاني، انا حاسس ومن كلامه انا حاسس انه يرجع تاني ان شاء الله. طبعا انت جربت التألق وجربت ان الناس كانت حباك ازاي، المستوى لما مستواك نزل شويه بدات تشوف الانتقادات وبدات تشوف ان انت المنتخب مصر من غيرك ده كان حاجه مش مستحيله في الفتره دي على اللي انت عملته الفتره اللي فاتت. فلازم ترجع تاني منتخب مصر بالشغل والتعب والاجتهاد. التركيز الزيادة مع إمام عاشور خلى الناس على السوشيال ميديا أفكارها تروح لملاحظة غريبة شوية، عضلات إمام عاشور مع الزمالك كانت أقوى، في حاجة اتغيرت ومش فاهمينها، فكان السؤال هل الكلام ده حقيقي فعلاً ولا الضغط الجماهيري ممكن يخلي ده مجرد وهم على السوشيال ميديا؟ لا هو على فكرة مستوى الجري عنده بيجري كتير، يعني مستوى الجري في الملعب بيجري كتير ووقف على رجليه، مفيش فرق خالص، والدليل ان هو في مباريات كتير بياخد احسن لاعب في المباراه، والدليل كمان ان هو البطولات اللي خدها كان ليه اثر طيب في البطولات اللي خدها النادي الاهلي اللي هو الفتره اللي موجود فيها. الطبيعي في الكوره لو انت ركزت في حاجه غير كره القدم ورحت للسوشيال ميديا والانتقادات اللي بتجيلك وسمعت الحاجات دي مستواك هينزل. هو امام انا يعني واخدها عليه دي، بدأ يروح شوية للسوشيال ميديا وبدأ يشوف آراء الناس فيه ويعلق والكلام ده، لأ أنا كلاعب كورة أنا الحاجات دي بره خالص، أنا ركز في ملعبي. وعلى فكرة هو بدأ دلوقتي يرجع تاني إمام، وهتشوف إمام تاني أنا حاسس كده يعني. نتحول للزمالك مع بيراميدز، زمالك وبيراميدز، بيراميدز ما كسبش الزمالك من 2019. في اوقات كتير كان الزمالك فيها سيء وبيراميدز اقوى بوضوح، ده ما حصلش. من وجهه نظرك ايه الاسباب؟ لا انا بشوف ان يعني فريق بيراميدز عامل سكواد محترم جدا، عامل مدرب كويس، عنده نشوه بتاعه الفوز بكاس مصر حاجه ايجابيه. فانا بحب الماتشات بتاعه الزمالك وبيراميدز، هيبقى ماتش ممتع اكتر من الاهلي وسيراميكا، لان الفرقتين بيلعبوا جيم مفتوح. الماتش انا بشوفه 50-50، مش مفيش حاجه يعني حاجة مفاجأة سواء أي نتيجة هنا أو هنا يعني. فأنا بشوف إن المباراة حلوة والمباراة الناس تستمتع بيها، ويعني بجد مش قادر أقول لك مين الأقرب للفوز يعني. زمالك أو بيراميدز؟ لا مفيش فرقة فيهم متفوقة حتى ب 1%، 50-50 حسب المباراة وحسب كل مدرب بيلعب إزاي وحسب كل فرقة. أنا بس كنت عايز أضيف حاجة عشان كنت بكلم أنا وكريم. قرار الكابتن محمد رمضان هو من أفضل القرارات اللي جه في السنين الأخيرة، شخصية جامدة جدا. أنا اتمرنت مع كابتن محمد رمضان، كان في مدربين في قطاع الناشئين ساعتها، كابتن محمود صالح وكابتن بدر رجب وكابتن ماهر همام وكابتن شطة، كل دول كانوا موجودين في قطاع الناشئين النادي الأهلي. حاليا مفيش الأسماء الكبيرة دي، كنا بنخاف نسلم عليه من كتر ما هو كان شخصية، مع إنه كان طيب جدا ومحترم، لكن شخصية كبيرة جدا يعني، شخصية قوية. وأنا مش هنسى مرة يعني اديت شعري لون كده زي اللي بيحصل اليومين دول، انا كنت يعني ممكن تكون انت مش متابعني في الناشئين شويه، انا كنت هداف الناشئين في كل المراحل واغلى لعيبه اتباع يعني 500000 يورو يعني من الشهور الفرنسي. مواليد 86 تابعين يا فندم وحبيبي، كنت بلعب كل الاعمار السنيه وقفني لاخر الموسم. النهارده انت بتشوف اللعيبه بتروح تحلق، لانك حطيت لون في شعرك لون بس زي اللي بيتعمل من اللعيبه دلوقتي. وانت هداف الفرقه؟ انا هداف الناشئين كلهم، مش يعني ما بلعبش فرقه واحده، بلعب 86 85 83، كنت بلعب منتخب كابتن حسن شحاته وكان معايا كريم برده في كاس العالم، كنا اصغر اثنين في البطوله. وقفني لاخر الموسم، كان فاضل في الموسم 7 شهور، رحت حلقت شعري شلت زيرو خالص بقى عشان الكابتن يهدى عليا، قال لي ده قرار عشان تتعلم، وخدت ساعتها 7 شهور ما يعني. فهو صارم جدا، ما عملتش اي حاجه غير انت سبقت شعرك بس، اديته لون بس كده يعني، زي اللي احنا دلوقتي اللعيبه تروح تحلق وتطلع على السوشيال ميديا كانهم فنانين مش لعيب كوره. فالموضوع ده متقيل جدا بصراحه يعني. طيب يعني ما نشوف ما نشوف ايه اللي هيحصل. بيراميدز الزمالك، يعني خلينا نتفق ان بيراميدز بقاله سنتين انا شايف ان بدا يمشي صح. يعني ايه بدا يمشي صح؟ انا شايف ان هم بداوا يعملوا صفقات بالكيف مش الكم. من اول ما بيراميدز شفناه في الدوري يا احمد، ودايما بيجيب صفقات انا محتاجها مش محتاجها، لدرجه ان في وقت بتشوف المهدي سليمان مع الشناوي مع شريف اكرامي، فبالتالي بتشوف مشاكل ما بين المهدي سليمان، والمشاكل سمعناها كتير كده. قيس على كده في كل مركز. لا بيراميدز السنتين الاخر دول لا بيعمل صفقات بالكيف. يعني السنه الاخيره دي هتلاقي عبد الرحمن مجدي، اوباما،
صديق اجوله، يمكن دول ابرز الاسماء. ما بتلاقيش 10 لعيبه زي ما احنا كنا شايفين. فانا شايفهم ماشيين كويس بقى لهم سنتين، عشان كده شفنا كاس مصر. فرقه قويه جدا، معاهم مدرب كويس جدا بيلعب كوره، بيلعب دايما جيم مفتوح، ما عندوش تحفظ. نفس الكلام على الزمالك. خلي بالك انا مش مع قصه ان خمس سنين ما كسبش فالنهارده لا بكره يبقى كعب الزمالك عالي. لا، ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره. وهديك اقرب مثل، بطوله السوبر اللي خدها الزمالك من النادي الاهلي، كلنا حللنا قبل الماتش وما فيش واحد فينا قال ان ناصر منسي هينزل يحط جول التعادل، محدش قالها. فالكره خارج التوقعات، ما لهاش علاقه بالتوقعات خالص. احنا بنتكلم بناء على المعطيات، لكن ما فيش حاجه اسمها بقى له خمس ماتشات. في الهيستوري بيفيدك، لكن في نفس الوقت ده ملوش علاقه بيوم المباراه. محدش كان يتوقع ان محمد صبحي يتصاب وتلاقي عواد هو اللي واقف ويتالق وينقذ الزمالك، محدش قال كده في الاستوديو. فبالتالي هي كوره خارج التوقعات، فبكره فعلا هيبقى خارج التوقعات. وانا بتفق مع احمد 50-50، لكن هي متعه الزمالك وبيراميدز دايما في ايه؟ فرقتين بيحبوا يلعبوا كوره، ما عندهمش تحفظ دفاعي. ده دايس بنزين وده دايس بنزين، ده عنده حلول هجوميه، الاسماء الهجوميه كتير جدا لسه هقول لك. ده عنده حلول هجوميه كتير جدا وده عنده حلول هجوميه كتير جدا. على المستوى الدفاعي هتلاقي هنا في لعبة كويسه وهتلاقي هنا في لعبة كويسه. على خط الوسط ممكن تلاقي النادي الزمالك بيغيب منه دونجا وممكن يكون مؤثر. الناحيه الثانيه هتلاقي وليد الكارتي وهيكون مؤثر جدا، لان انا شايف دايما ان وليد الكارتي احسن لعيب في مصر بيلعب بكره. بس مش موجود بكره غالبا الاصابه، غالبا مش موجود. ما انا بقول لك دونجا مش هيلعب هنا، غيابات يعني. فتلاقي الموضوع ايكوال شويه ما بين الفرقتين، لكن هتلاقي بيراميدز دايس بنزين، هتلاقي دايما الزمالك دايس بنزين، هتلاقي جوميز ويروتشيتش الاثنين دول ما كانوش موجودين، يمكن قبلوا بعض ماتش واحد وخلص تعادل فعلا. لكن ما كانش بيراميدز بالسكواد ده ولا الثقه ده، ولا كانت الزمالك بالثقه اللي موجوده دي دلوقتي. الزمالك حصل على كونفدراليه وحصل على سوبر، عنده ماتش منتظر يبقى امتع. مظبوط. وهتلاقي برضو البيراميدز واخد كاس مصر، ودي يمكن اول بطوله يحققها من اول ما انشئ، هو ده اول بطوله يحققها. فهتلاقي فرقتين كبار بينافسوا بعض في الملعب، ثقتهم عاليه جدا. طب ايه اللي ممكن يكسب البيراميدز بكره او الزمالك؟ ان انت تقفل كويس وما يجيش فيك اهداف، وده اللي يمكن كان يعيب الزمالك في الماتشات الاخيره قدام بيراميدز، ان دايما هتلاقي خط ظهره مكشوف، ودايما كان بيراميدز بيضيع فرص كتير جدا. انا جاي للدفاع دلوقتي، لكن على ذكر اللعيبه بقى اللي ممكن يكون لها دور، يعني لسه الامور لم تحسم قوي في موضوع محمد حمدي وبنتايك. وعلى الناحيه الثانيه جمهور الاهلي مستني يحيى عطيه الله. رؤيتك بالنسبه للثلاث لعيبه ايه بالذات، انه من باك لجناح زي محمد حمدي مثلا انت شغلت كل مراكز الطرف ده من باك لجناح، واحيانا كنت في القلب كمان. رايك في الثلاثي حتى الان؟ لا خليني اقول لك بالنسبه للزمالك، لا خلي يعني الموضوع ما دام ماشي سيبه زي ما هو ماشي. بنتايك عمل مباراه كويسه جدا، رد فعل عند جمهور الزمالك بالنسبه له حاجه كبيره، عنده معنويا اعلى، مش هيهاب الموقف. فانا بالنسبه لي ده رقم واحد. رقم اثنين عطيه الله بالنسبه لي انا لعيب كويس جدا جدا، ولكن مش علي معلول. مش انا بقول ان علي اعلى منه بكتير، لا، ستايل لعبه مش ستايل لعب علي. ما ينفعش، ده دفاعي جدا وده هجومي جدا. فانت النهارده المدرب انت او انت بتحب مين؟ انت كمحمودي بتحب اللعيب اللي عنده نزعه هجوميه؟ يعني علي معلول مثلا من افضل لعيبه في مصر، وممكن محدش بيتكلم في النقطه دي، في التايمنج بتاع الطلوع. مش يعني علي ما بيروحش يعدي واحد ضد واحد والكلام ده، مش سيد معوض مثلا واخد الكره معدي منك ورايح، لا، هو بيطلع التايمنج بتاعه ذكي جدا في توقيت طلوع، عشان كده تلاقيه دايما عامل زياده عدديه مع الهاف ليفتر بقى قدامه. بس يحيى كان بيزيد كتير في المغرب، مع احترامي ليه، حتى يحيى وعربياته مظبوطه وفاولات زي علي، عنده برضه حاجات كتير. لا هو مهتم بالجانب الدفاعي اكتر. على مدار التاريخ يا محمد، على مدار التاريخ مفيش باك ليفت او باك رايت هجوميا قوي جدا ودفاعيا قوي جدا، لازم حاجه على حساب حاجه. ما شفتش غير روبرتو كارلوس بس هو اللي في الحته دي عنده 50-50. ما شفتش حد عنده دي زي دي. فيحيى عطية الله اكتر الخطا اللي عمله هتلاقيه الان حط تحت ضغط، بطوله ضاعت، طبعا مش هو السبب، ولكن يعني هتلاقيه معنويا. هو لعبت ايطاليا يعني، لا هتلاقيه معنويا. باولو مالديني بالنسبه لك يا فندم؟ لا باولو يعني بس ساكت باولو ومستني هايل. بس هل باولو هجوميا زاد في اي حاجه؟ علامي لا، جامد جدا في كل حاجه واي حاجه، دفاعيا اقوى جدا، بدليل انه كان بيلعب ماتشات كتيره جدا سرد باك. لا يعني هو لعب في سرد باك كتير جدا لما كبر في السن، لاعب قلب دفاع. لا انا قصدي القوه الدفاعيه عنده اقوى بكتير من الهجوميه. يعني ما بروحش يعدي، ما بروحش يعني، لا عنده هجوميه. هو بس كان بيعمل، بس مش موضوعنا خلاص. لا مش عادي، لا مش زي دفاعي. عايز هرجع اقول لك برضه ما فيش حد غير روبرتو كارلوس هو ال 50-50 بصراحه. لكن عايز اقول لك ان يحيى عطيه الله مش شبه علي معلول، ولا علي شبه يحيى، الاثنين مختلفين. فمش عايزين الناس تعمل مقارنه طول الوقت، لان علي قعد كام سنه، الراجل ما بقالوش 3-4 ماتشات. فمش عايزين الناس تحط تحت ضغط. لكن انا بشوف لا، بنتايك يلعب ويحيى عطيه الله ما فيش غيره. حمدي يعني بالنسبه لك اخباره ايه؟ لعيب كويس جدا، ولكن عنده نزعه هجوميه كتيره جدا، بيحب يلعب على الجول اكتر. فانا بعتقد ان المباراه زي مباراه بيراميدز لا، مش محتاجه حد عنده النزعه الهجوميه، خاصه في الحلول. مش عايزين نسبق الاحداث، الحلول الهجوميه زي ما قال كريم لا، عند بيراميدز حدث ولا حرج يعني. طيب في لعيبه تقلق يعني.
موسم ممتاز على الصعيد الفردي لمسلوسي ورامي ربيعه للاثنين. صحيح. اسباب ده ايه؟ ولو بنختار مدافع الدوري بالنسبه لك او مدافع الموسم بالنسبه لك، هل مسلوسي ولا ربيعه؟ مين موسمه كان افضل؟ انا شايف ان المسلوسي. ليه موسمه كان افضل؟ لان دايما في النادي الاهلي لما بتتكلم بتقيم النادي الاهلي كفردي، بتتكلم فردي مش على موسم الزمالك. انا بتكلم فردي بس لما بتيجي تقيس المدافعين انا مش بقيس المدافع كفرد. ليه؟ لان دايما المدافع بيبقى جنبه مساك تاني وجنبه باك رايت وجنبه باك ليفت. نادي الزمالك في وقت من الاوقات دي لقطات انت كنت بتقولها للمسلوسي. بص دايما هتلاقي المسلوسي عنده حاجه مش موجوده عند المدافعين في مصر، التايمنج بتاعه بالتاكلينج. هو دايما حاطط الكارت ده في جيبه، كارت التاكلينج ده بتاعه، وده اهم حاجه عند المدافع، لان في خلاص دي السرعه دي ما يقدرش يجيبه لو كمل وراه ضربه جزاء. فالتاكلينج عند المسلوسي انا شايف ان التايمنج بتاعه كويس جدا. دايما التاكلينج بتاعه بيبقى في توقيت كويس، من غير فاولات، من غير ضربات جزاء. بيحصل ساعات في تهور لكن ده مطلوب من اي مدافع. بص التاكلينج هنا خلاص الكره جون، المسلوسي اللي طلعها. فدايما هتلاقي مواقفه كلها حاجات انديفيدوال عكس رامي ربيعه. رامي ربيعه ممكن تلاقي عنده التايمنج في الاكشن. رامي ربيعه دايما بيبقى هو فعل مش رد فعل، وهنشوف حاجات دلوقتي رامي ربيعه تايمنج في الاكشن. بمعنى يعني النهارده دايما هتلاقي مدافعين مصر كلها بتستنى اما الفرد يستلم ماشي. وبعد كده بتلعب للامان. رامي ربيعه لا، دايما هتلاقيه بياخد الخطوه من قدامه، يعني الاستباق، يعني فكره انه رايح الكره بشكل مباشر. هو الفعل مش رد فعل. بص الكره دي برده دي كلام، دي اللي بتكلم عن رامي ربيعه. هيروح على الرجل اللي هتشوط الكره، مش هيروح على جسم اللاعب، هيروح على الكره. فاصبح ان هو اكشن مش رياكشن. دايما مدافعين الدوري المصري هتلاقيهم دايما رياكشن، هم هتلاقيهم دايما رد فعل، بيشوف الفرد هيعمل ايه وابدا اتحرك على الفرد. رامي اللي بيميزه الفتره دي زي ما بقول لك راح على الكوره. فطالما انت رحت على الكوره، هي الموضوع كله ما بين المدافع والمهاجم ايه؟ اكشن ورياكشن، فعل ورد فعل. انت لو كنت فعل في وقت كتير جدا من الاوقات هو تلاقيه لمس الكوره. لكن انت النهارده لو سبت المدافع يعمل للفرد اللي هو عايزه، خلاص هياخد يستلم منك ويلف. في ميزه ثانيه عند رامي ربيعه دلوقتي، ان هو من هدافين الدوري، يمكن بعد ما عبد المنعم مشي واحترف بره. كلنا قلنا مين اللي هيبقى مدافعين النهارده بيحرزوا اهداف للنادي الاهلي، فلقينا رامي ربيعه ما شاء الله خد الدور ده، وكمان مع المنتخب فبيعمل اضافه كبيره جدا. طيب الاضافه بالنسبه لك لمسلوسي عن رامي ايه؟ يعني ليه فضلت مسلوسي عن رامي فرديا؟ عشان الاهلي كفريق جماعي ممكن يريح رامي، لكن الزمالك كفريق جماعي في الدفاع وظروف اصعب، فالراجل واقف على رجله بشكل كويس، فالامور تحسب له. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للمصوبين، واحد من اعظم حاجه ثانيه بس بخصوص المسلوسي، ان هو برده عشان عنده بنيه تكتيكيه، يعني هو كان باك رايت، كان ودخل في الاوضاع صح، مستوى متواضع، ما كانش احسن حاجه في الزمالك، لقى نفسه في المكان ده بقى فعلا زي ما قال كريم، افضل بصراحة افضل اللاعبين بصراحه يعني. طيب على صعيد المصابين اخبار الدنيا ايه؟ يعني سواء كان في رباعي السوبر او في الفرق الكبيره بشكل عام، اخبار المصابين ايه في مصر؟ لا في كتير، في ولاد يعني انا هنقول امام عاشور، هنقول زيزو، حتى وسام بيلعب في ولاد بشكل مميز جدا، علي معلول قبل ما يتصاب، كريم حافظ برده من اللعيبه اللي بتلعب في ولاد كويس جدا ورجلها كويسه على الجول. مين احسن حد على الجول دلوقتي في وجهه نظرك؟ والله انا ما يعني بشوفش غير امام وزيزو، هم اللي بيشوطوا باستمرار في المتحركه، الكور اللي هي متحركه مش بس فري كيكز يعني، فاهم قصدي؟ فهم دول اكتر اتنين بيلعبوا على الجول دايما في الشوتنج والحاجات دي، فما شفتش حد عنده حتى الموهبه بيحاول يشوط اكتر من مره يعني. في فرق في التكنيك بين زيزو وامام في التصوير؟ طبعا في في يعني امام برده من اللعيبه اللي بتعرف تشوط الكره تحت رجليها. اوكي. زيزو لازم يبقى عنده مساحه ويحضر نفسه. دي الميزه اللي كانت عند احمد سمير فراج على فكره. الحمد لله. يعني من احسن الانسان اللي شفتها في حياتي. ممكن تشوط الكره تحت رجلك. لا دي حقيقه يعني، ودي صعبه تلاقيها في لعيب كوره، خلي بالك ده ممكن تكون شويط كبير جدا بس الكره متحركه، لكن ان انت تشوط وكره تحت رجلك دي اصعب حاجه في الكوره. فدي موجوده في امام مش موجوده في زيزو. بس زيزو تحس انه بيحضر لنفسه برده زي امام كتير، لكن في لعيبه ثانيه بتشوط زي ما بقول لك ولكن مش باستمرار. يعني انا بشوف ده امام طبعا لما كان في الزمالك في المركز اللي انا كنت بقول لك عليه يا محمد، من تحت رجل. لا لعيب عنده الواحد، انا مش معدول، انا وشه باصص في ناحيه احمد ولف وشه وشطه. الواحد بيكون حزين يا كريم لما يلاقي لعيب عنده امكانيات زي كده وبخيل على نفسه وعلى ناديه وعلى جمهوره، خاصه انه يشوط كمان من اي حته امام، خاصه انه واخد دعم. بص دي كمان لا، وبعدين بيشوط برجليه اثنين يعني، امام رجليه الاثنين كويسه. ف يعني انا والله بهمس في اذنه يعني من حبنا للاعيبه الموهوبه اللي موجوده الفتره الاخيره. يعني لا لازم يهتم بنفسه شويه، وهو عنده افضل من كده كتير جدا. متفق مع ده كابتن كريم؟ طبعا امام افضل مصوب في مصر في الوقت الحالي. لا بالنسبه للتصويب انا شايف زيزو. زيزو زيزو يعني زيزو برضه علشان عشان دايما زيزو هتلاقيه متحرك اكتر وبيشوط من حركه اكتر، وانا شايفه في الفتره دي اخف شويه في الملعب من امام. يمكن انا بختلف مع يعني الفكره في التصويب. انا شايف ان امام تصويب قوه ورجليه اثنين افضل. زيزو بيشوط جامد جدا يعني وجهه نظري. لكن لا زيزو انا برضو زيزو انا شايف زيزو من احسن اللعيبه. خلي بالك برضو هي الموضوع هنختلف فيه،
خلي بالك انت النهارده لما تيجي هو تقول تكنيك تصوير احسن مش بنقول مين افضل مين كلاعب انا فاهم بس النهارده لما تقول النهارده لما تقول احسن لعيبه في مصر في ناس هتقول لك امام عاشور وناس هتقول لك زيزو فالموضوع مش هيطلع براهم ما هو ده مش ده براهم كان في تصوير زي مثلا كلمه مين احرف مش معنى مين احرف ان هو افضل او افيد يعني بالظبط ممكن يبقى في لعيب احرف من لعيب تاني ولكن مش مفيد لا انا بالنسبه لي زيزو الفتره دي كمان فارق لو اتكلمنا عن ضربات الراس بقى اذا كان امام وجيزو المنافسه ما بينهم في ضربات الراس في كره القدم المصريه في الوقت الحالي مين اكتر حد بيلعب بدماغه كويس في الوقت الحالي ممكن وسام ابو علي وسام ابو علي يعني من الفراوده اللي بتعجبني عنده التايمنج عند لعيب الكوره بيبقى دي من اهم الاساسات عند لعيب الكوره انت ممكن يكون جنبك عالي جدا بس ما تعرفش تقدر الكوره ممكن يكون جنبك قليل بس عندك التايمنج كويس وسام عنده الاثنين عنده الجنب عالي جدا وبيلعب براسه كويس جدا عكس سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري دايما هتلاقيه بيتحرك بوشه عكس فيستون مايلي هتلاقيه ما بيلعبش بدماغه بس دايما بيتحرك ما بين الخطوط كويس جدا عكس جون ابوكا سيراميك انا بتكلم على الفرق المشاركه أيوة. هتلاقي جون ابوكا ما عندوش بيلعب بوشه كتير بس محطه كويسه ودايما بيتحرك ما بين الخطوط كويس فانت لو قيمت الاربعه دول ممكن تقول وسام ابو علي وممكن يجي بعدهم ناصر منسي وسام وبعدين ناصر في الهيدرز بالنسبه يعني ناصر اقوى من فيستون مايلي في الهيد في الهيدرز ممكن فيستون مايلي انا شايف فيستون بيلعب دماغه كويس أوكي. لكن في نفس الوقت انا شايف ميستو دايما بيتحرك ما بين الاثنين ماسكين كويس جدا بيعرف ياخد اماكن كويس لكن ده عيات مختلفه من المهاجمين طبعا طيب انا قبل ما اسيبك لازم اسالك على سيد معوض حكايه ما اقدرش اعدي الموضوع ده ابدا يعني قول لي انه كابتن سيد معوض قبل ماتش ايطاليا قال ان انت رحت له وقلت له يا كابتن مش تتصبع عشان اخد شويه لا هو سيد هو على المستوى الشخصي يعني انا من الناس اللي انا بحبها يعني مثلا اعلى ليا يعني اتعلمت منه كتير في الاسماعيلي فكنا أيوة. مع بعض في الاسماعيلي وبعدين هو راح النادي الاهلي واحنا رحت منتخب مصر حلو فكنت انا جاي من الاسماعيلي وهو جاي من الاهلي ماشي فكان العلاقه بينا فيها مرح وكوميدي شويه وانا كنت بنام مع المحمدي في الاوضه وفتحي بينام مع سيد معاه فكان المحمدي مركز مع احمد فتحي وانا مركز مع سيد مش مركزين ان احنا يعني نستلم التاني لا مش مركزين ان احنا بس بنلعب نفسيا كده ومعنيين بنهرج يعني فسيد فلفقت لا سيد من النوع لو قلت له صباح الخير وانت يعني سيد مثلا وقع موقف برضو سيد اول ما رحت الاسماعيلي عمل حادثه بالعربيه فروحت اطمن عليه فالطبيعي بقى اقول له انت عامل ايه فروحت باص على العربيه كده قلت له ايه ده هي جت في الصاج المره دي يا خساره كان نفسي اجي فيك وانا قلتها له سبته ومشيت انا ما اعرفش ان سيد بقى عنده خفيف ففضل يبص لي كده طول السنه بقى ما بقولوش صباح خير لحد بقى ما اقنعته ان انا بهرج وانا بحب التهريج ماشي. ففي ماتش ايطاليا هو انت عارف قبل الماتش بيعملوا تسخين مع كابتن حسنين وكده فانا كنت قاعد احتياطي وهو بيلعب فرحت رايح ماسك الخلفيه عنده كده قلت له هي الخلفيه دي مش تتمزق بقى يا عرب فبص لي كده وهو مخضوض يعني فاول انت تاني اول ما الشوط التاني بدا من هنا وسيد جاله الخلفيه وهو خارج بقى عمال يلعن ويشتم ده ماتش ايطاليا ده جاتوزو دخل فيه دخله دخله صعبه كان ساعتها بقى الشاشه اللي في الملعب وان احنا شايفين الملعب لايف كانت لسه جديده في 2009 الحاجات دي فهو طالع مخنوق على اخره وانا ايه اقول له يلا ولا يهمك فكل ما يشوفني سعيد يفتكر الموقف ده رحت لعبت خماسي من فتره كده قريبه فهو ما كانش عارف ان هو موجود شافني عايز الف ورجع قلت له والله تعالى بس تعالى طب اتصاب ما تقلقش حاجه بتصاب في ماتش ايطاليا في الخماسي طب الخماسي مش لازم يتصاب مش يعني مش حدث لكن هو كان من اللعيبه الجميله اللي انا بحبها وتعلمت منه خاصه هو عمر جمال وده طبعا ماتش تاريخي يعني صعب النصر حتى في الاسماعيلي ساعتها يا محمد زمان كان عندنا 7 فراوده وراحوا جابوا مهاجم اسمه حسام جاد من فقوس كان مهاجم ممتاز جدا فانا عايز اقول لك ان الرؤيه والناس بتروح تجيبه ومع ذلك ما لعبش كان في 7 فراوده وبيجيبوا فيرود كان الاسماعيلي ساعتها عاوز يبني ويعمل وكلام ده فالموضوع بقى صعب دلوقتي في اللعيبه الموهوبه ما بقتش موجوده كتير يعني للأسف. طيب جيل مهم جدا في 2003 ثم 2005 وجيل اتكون علشان بعد كده يقود تاريخ المنتخب المصري يعني لكن تبقى مواجهه منتخب مصر مع انجلترا مصر والارجنتين كاس عالم كنتوا انتوا الاثنين حاضرين فيه دي حاجات لا تنسى في الذكرى احنا كنا اصغر اثنين في البطوله كلها كنت انا 85 واحمد 86 وكابتن حسن من المدربين اللي عندها عدل بصوره رهيبه عشان كده توفيق ربنا بيبقى معاه دايما يعني ما كان في مدربين ثانيه يا احمد ممكن تقول لك لا دول مش في سنهم واجيب اثنين من ولاد اولى لا هو ما بصلهاش كده خالص ما كناش يعني. انا وكريم معاه في لا ده كاس عالم هولندا ده ميسي هولندا انا حد يقطع كهربا بسرعه عشان البطوله البطوله دي سبحان الله كنا عاملين معسكر في سويسرا وطالعين من سويسرا على هولندا على البطوله دي وانا كابتن المنتخب ده يعني انا يعني من كابتن انا الكابتن اللي موجود في المنتخب ورحت متعور في سويسرا طب تعالى معايا على هولندا فان انا كان في ركبتي وبتاع رحت راجع على طول كان المفروض ان انا كل لعبت 2 كاس عالم زي احمد يعني بس انا سبت البطوله دي ورجعت ما رجعت اتعالج يعني لكن ماتش انجلترا موجود ماتش انجلترا هتلاقيه جاي بعد شويه انا عايز اقول لك ان ماتش انجلترا ده احنا مفروض كنا اول مباراه في كاس العالم كنا بنلعب بالاكوادور
اوكي كولومبيا 0-0 0-0. انا عايز اقول لك ان كولومبيا كان خايفه مننا من كتر خوفهم مننا، احنا ما كناش عاملين حساب ليهم، من كتر خوفهم مننا كانوا مركزين لينا جدا، والماتش ده خلص 3-4 مستريح ليهم. اول ماتش اهو ده، اول ماتش ده ماتش انجلترا، فكان تاني ماتش انجلترا، وكان في كلام ان روني جاي يلعب البطوله دي فاكر. فاحنا بقى اللي حصل فينا احنا عملنا بقى، نزلنا مركزين جدا جدا وعملنا ماتش كبير جدا من علامات الكره المصريه. عايز اقول لك ان احمد، انا مثلا مسكت ناحيه الشمال واحمد كان جنبي، انا احترفت من البطوله دي وانا يمكن رجعت عقد اتغير على طول بعد كاس العالم في النادي المصري. كابتن محمد رمضان على فكره هو اللي غير العقد لما رجعت من كاس العالم فعلا. كان عندي مدير كوره في النادي المصري كان موجود وهو اللي غير العقد، فما كناش بنسمع بعض من الجماهير. خلي بالك كان في 5000 بره كمان في الامارات، 5000 بره كمان ما دخلوش. فكانت بطوله مهمه في تاريخنا كلنا، ويمكن 8 9 من اللي موجودين في الملعب دول هم اللي كملوا مع كابتن حسن شحاته في انا اللي مطلع الكره دي، وده اللي بيقولها مهارات لك انت واحمد سمير فرج والله. يعني اللقطات دي بتاعتكم انتوا الاثنين من الماتش يعني. فعملنا جيل ممتاز بصراحة. وجيل كان بيقول انه في النهايه الوقوف قدام المدارس الكبيره في الكوره، سواء كان الجيل ده او بعد كده راح القارات. احنا طلعنا بالهدف الذهبي، بالهدف الذهبي كان هو طبق مره واحده حقيقي، طبق تحس انه كان معمول لنا احنا في الفتره دي. لا ده انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا هنقابل بوركينا فاسو يمكن صعدنا من دور المجموعات، والامارات كانت هتقابل الارجنتين. اوكي احنا نمنا وصحينا لقينا احنا هنقابل الارجنتين والامارات هتقابل بوركينا، مش عارف ازاي، بس هي البطوله دي كانت منظمه في الامارات فحبوا يبعدوا منتخب الامارات عن الارجنتين. كان ساعتها اسماعيل بطل موجود، كنا هنكسب والله، كنا هنكسب افضل يعني كنا افضل بكتير لولا الهدف الذهبي اللي جه فيه. ملحوق طالما ما فيش ميسي خلاص كل الامور تعدت. الحمد لله، شرفتوني ونورتوني وامتعتوني، شكرا جزيلا على وجودك حبيبي. استمتعنا معاك يا محمد، وسعيد اني شفت كريم، كان بقالي فتره كبيره ما شفتوش يعني. شكرا ليك كابتن كريم، نورتني شكرا جزيلا. مبسوط وانا معاك، ومن الناس اللي بحب اتفرج عليها، صاحب محتوى نظيف، محتوى بيور، تقدر تتفرج وتطلع منه بمعلومات كتير جدا، حاجات كتير ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني، شكرا جزيلا لحضراتكم. نهايه حلقه النهارده من هاتريك، ان شاء الله بكره يتجدد اللقاء مع حضراتكم. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحية من استوديوهاتنا في القاهرة، وإلى اللقاء.